السلام عليكم، بنقول السلام عليكم يا اخوانا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين يا ابني؟ رد علي، كويسين؟ طب قولوا الحمد لله. الحمد لله. عايز بس الفت نظرك لحاجه، احنا ما بنراجعش المنهج بالترتيب، احنا بنراجع بالافكار اللي ليها علاقه ببعضها، الافكار المتشابهه. يعني مثلا ما ينفعش اجي اقول لك النهارده انا هراجع يونت 1 و2، لا هي مش كده، مفيش يونتس، احنا هنراجع بالافكار المتشابهه. فمثلا المحاضره بتاعت النهارده احنا مجمعين كل التنسز، كل التنسز، كل الازمنه اللي جت في المنهج كله، ترم اول وترم تاني، وهنجمعهم في محاضره واحده. فاهمين ازاي؟ فمالوش علاقه بترتيب اليونتس. النهارده مثلا ممكن تلاقي معلومه من يونت 1 على معلومه من يونت 3 على معلومه من يونت 9 على معلومه من يونت 11، يعني فاهمين؟ بس كلهم ليهم علاقه ببعض. انت في الامتحان مش هيجي يقول لك هو السؤال ده على يونت كام، فانت بالنسبه لك المراجعه بالافكار المتشابهه يعني اكثر فاعليه واكثر ايجابيه من فكره ترتيب اليونتس. اتفقنا؟ بص بقى يا دكتور، احنا النهارده عندنا التنسز كلها، الازمنه كلها. الازمنه كلها عندنا كانت متقسمه ازاي؟ التنسز اللي كان عندنا كان ايه بقى يا دكتور؟ كان عندنا ازمنه في البريزنت في المضارع، وازمنه في الباست في الماضي، وازمنه في الفيوتشر، صح؟ تعال الاول نمسك اول نوع اللي هي ازمنه البريزنت. بص بقى يا حبيبي، ازمنه البريزنت اللي هي ازمنه الايه؟ المضارع. كانوا متقسمين ازاي؟ كان في عندك حاجه اسمها بريزنت سمبل، المضارع البسيط، وكان في عندنا البريزنت كونتينيوس، المضارع المستمر، وكان في عندنا البريزنت بيرفكت سيمبل، المضارع التام البسيط، وكان في البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو المضارع التام المستمر، مش كده؟ لو جيت جمعت كل ازمنه البريزنت اللي في المنهج كله هتلاقي هم اربعه بريزنت: present simple مضارع بسيط، present continuous مضارع مستمر، present perfect simple مضارع تام بسيط، present perfect continuous مضارع تام مستمر. حلو الكلام؟ كلام جميل. الاربع ازمنه دول بقى تعال نقول الاول الفرق في الشكل. يعني present simple ده مثلا، present simple ده دكتور كان ليه شكلين، كان لا اما الفيرب بيتعمل infinitive فعل في المصدر، او فيرب في الانفينيتيف بس بلس اس، يعني ستادي او ستاديز، بلاي او بلايز، درينك او درينكس. كنا بنستخدم الانفينيتيف بس، الانفينيتيف بس مع اي او يو او اي جمع، وكنا بنضيف الاس دي مع هي او شي او ات او اي مفرد. مظبوط؟ ده شكل البريزنت سمبل. طب كانت استخداماته ايه؟ البريزنت سمبل ده دكتور كان استخدامه الاساسي في الفاكت، الفاكت اللي هي الحقائق العلميه، الميه بتغلي عند 100 درجه دي اسمها فاكت، او استخدامه مع الهابت، الهابت يعني العاده، انا بروح السنتر كل يوم. وكمان كان ليه استخدام خاص بالفيوتشر بالمستقبل، اللي هو ايه؟ ان انا بستخدمه في حاجه اسمها تايم تيبل، حاجه اسمها تايم تيبل. التايم تيبل اللي هو جدول مواعيد. عايز بقى تقول لي ميعاد الطياره، ميعاد الفيلم، ميعاد الماتش، ميعاد المسلسل، ميعاد البرنامج، ميعاد الدرس، ميعاد الامتحان، يبقى طول ما الجمله فيها فاكت او هابت او تايم تيبل يبقى انت شغال بالبريزنت سمبل ده اللي هو ليه شكلين، لا اما انفينيتيف لا اما انفينيتيف بلس اس. ده اول واحد. طب البريزنت الثاني، البريزنت كونتينيوس ده، ده كان شكله ايه يا دكتور؟ ده كان شكله am is are والفيرب نفسه plus ing. am is are verb ing. am playing is playing are playing. طب والpresent continuous ده مضارع المستمر ده كنا بنستخدمه في ايه؟ قلنا ده بنستخدمه لو لقينا الاكشن بيحصل at the moment. at the moment يعني حاجه شغاله دلوقتي حالا. انا براجع لك الجرامر at the moment وانت قاعد سامعني at the moment.
في ناس فيكم بيكتبوا معايا at the moment، او ان الاكشن بيحصل these days. these days يعني حاجه شغاله اليومين دول. انت مثلا بتقرا ستوري اليومين دول، مش لازم تكون ماسكها قصادي. انت مثلا بتراجع المواد بتاعتك كلها، بس مش دلوقتي حالا، بتراجعها اليومين دول، يبقى ده اسمه these days. وكان ليه استخدام خاص بالفيوتشر، بالمستقبل، ان انت الحاجه اللي هتعملها دي بتكون حاجه arranged. arranged يعني حاجه مترتبه 100%، زي مثلا اللي مسافر بكره وحاجز التيكت. اللي مسافر بكره وحاجز التيكت يبقى السفر بالنسبه له arranged، مترتب 100%. يبقى لا اما الحاجه بتحصل دلوقتي حالا، او الحاجه بتحصل اليومين دول بس شغاله الفتره دي، او ان الحاجه دي مترتبه. كل ده اسمه present continuous. طب نيجي بقى للبريزنت بيرفكت سمبل، المضارع التام البسيط. ده كان شكله ايه يا دكتور؟ ده كان شكله في هاز او هاف، والفيرب بنعمله باست بارتيسيبل تصريف كام؟ تصريف تالت. هاز هاف والباست بارتيسيبل. والزمن ده كان اختصار الكلام بتاعه ايه؟ عشان مش عايزين نقرا كتير النهارده، احنا في مراجعات. اختصار الكلام بتاعه ان الزمن ده بتاع الكلام الحديث. الكلام الايه؟ الكلام الحديث، مش الكلام القديم. كلام حديث يعني حاجه لسه حاصله دلوقتي حالا. كلام حديث يعني حصلت من زمان ومستمره حتى الان. كلام حديث يعني حصلت بس سايبه اثر دلوقتي. المهم ان ده اسمه كلام حديث. واحد مثلا مفتاحه ضاع، مفتاح الشقه ضاع، فيقول لك انا مش عارف ادخل البيت، واقف قصاد الباب مش عارف يفتح. ليه؟ عشان المفتاح ضاع. المفتاح ضاع ده كلام حديث ولا كلام قديم؟ لا ده كلام حديث، لان هو واقف على الباب مش عارف يدخل. واحد رجليه اتكسرت مش عارف يلعب كوره، رجليه اتكسرت، ده كلام قديم ولا كلام حديث؟ ده كلام حديث. ليه؟ عشان هو دلوقتي مش عارف يلعب كوره. يبقى طول ما الجمله بتتكلم على حاجات حديثه مش حاجات قديمه، يبقى انت محتاج البريزنت بيرفكت سمبل ده. عشان كده كان مشهور مع شويه كلمات كده. فده كان مشهور مع كلمه زي جاست اللي معناها حالا، كلمه زي اوريدي اللي معناها بالفعل، كلمه زي ليتلي حديثا مؤخرا، اللي بتساوي ريسنتلي برضو حديثا او مؤخرا. كان مشهور مع كلمه زي ايفر ونيفر، ايفر اللي معناها من قبل ونيفر اللي معناها ابدا. كان مشهور مع كلمه زي يت اللي كانت بتيجي في اخر السؤال وفي اخر النفي. وكان في كلمه بتساويها اسمها سو فار، برضو كان معناها حتى الان، بس ممكن تيجي في الجمله المثبته، ممكن تيجي في اول الجمله او في اخرها. وكمان كان مشهور مع سنس وفور اللي هتكلم عليهم لوحدهم بس بعد شويه. يبقى البريزنت بيرفكت سمبل ده يا دكتور هو هاز او هاف والباست بارتيسيبل، بستخدمه مع الحاجات اللي حصلت قريب، حاجه لسه حاصله من شويه صغيرين، فبنقول عليها كلام حديث. نيجي بقى للبريزنت بيرفكت كونتينيوس. البريزنت بيرفكت كونتينيوس، بص بقى يا دكتور، البريزنت بيرفكت كونتينيوس ده بيسموه مضارع تام مستمر. مضارع تام مستمر اولا شكله ايه؟ شكله برضو يا دكتور كان فيه هاز او هاف، يعني زي اللي تحتيه ده، بس ده كان بيظهر معاه كلمه بين، وكان الفيرب نفسه بنروح ضايفين له اي ان جي، هاز او هاف بين وفيرب اي ان جي. حلو كده. طيب البريزنت بيرفكت كونتينيوس ده، المضارع التام المستمر ده، استخدامه ايه؟ يفرق في ايه عن البيرفكت سمبل التام البسيط؟ قال لك والله البريزنت بيرفكت كونتينيوس ده برضو بتاع الكلام الحديث، يعني بتاع الحاجات برضو اللي لسه حاصله من شويه صغيرين، حاجات ليها علاقه بدلوقتي. يا مستر ما هو كده هيبقى زي اللي قبله، مش البيرفكت سمبل ده يا مستر كان برضو كلام حديث؟ قال لك بس ده بيبقى كلام حديث وفي معاه ايه؟ في معاه حاجه اسمها ديوريشن. يعني ايه ديوريشن يا دكتور؟ ديوريشن يعني مدى، ديوريشن يعني استغراق، ديوريشن يعني فتره زمنيه. يعني لما تلاقي الكلام الحديث ده اخذ وقت، استمر فتره، بدل ما تعملها سيمبل اعملها كونتينيوس. فمثلا واحد بيذاكر من الصبح، بيذاكر من امتى؟ من الصبح، يبقى ده كلام حديث بس المذاكره دي فيها ديوريشن، فيها مدى، لان هو بيذاكر من الصبح.
واحد بيقول لك المطرة شغالة بقالها 3 ساعات. المطرة شغالة ده كلام حديث، بقالها 3 ساعات ده كده اسمه ديوريشن، اسمه مدى استغراق. واحد بيدور على شغل بقاله 10 سنين، لا 10 سنين ده كتير قوي زمان ومان ده. واحد بيدور على شغل بقاله سنتين، سنتين ده اسمه ديوريشن، مدى استغراق. الاربع ازمنه اللي قصدك دول يا دكتور، الاربعه دول هم الاربعه اسمهم بريزنت، دي ازمنه مضارع. كام زمان بقى؟ اربع، لا اما بريزنت سيمبل مضارع بسيط بتاع الفاكت والهابت الحقائق والعادات، بريزنت كونتينيوس مضارع مستمر بتاع الحاجات اللي شغاله دلوقتي حالا وانت بتتكلم، لا اما بريزنت بيرفكت سيمبل الحاجات اللي حصلت بس ليها علاقه بدلوقتي، فبنقول عليها كلام حديث، هي مش بتحصل دلوقتي، هي حصلت بس ممكن تكون لسه شغاله سايبه اثر دلوقتي. والبريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر بتاع الكلام الحديث اللي فيه ديوريشن، اللي فيه مدى او استغراق. يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ازمنه الايه؟ ازمنه الباست، ازمنه الماضي، وهنمشي بنفس الترتيب بتاعنا. يبقى ازمنه الماضي برضو في منها اربع ازمنه. في عندي حاجة اسمها past simple الماضي البسيط، وفي عندي حاجة اسمها past continuous الماضي المستمر، وفي عندي حاجة اسمها past perfect simple الماضي التام البسيط، وفي عندي حاجة رابعة اسمها past perfect continuous اللي هو الماضي التام المستمر. لو تاخد بالك بص كده، نفس التقسيمه بتاعت البريزنت هي هي، بس بدل الكلام على المضارع هيبقى الكلام على ايه؟ هيبقى الكلام على الماضي. حلو كده. طيب الباست سيمبل ده كان شكله ايه؟ ده كان التصريف الثاني للفيرب. مش كل فيرب ليه ثلاث تصريفات، ده التصريف الثاني. التصريف الثاني كان ليه شكلين، لإما فيرب بضيف له ED زي مثلا play نخليها played، لإما فيرب ببقى حافظ شكله زي سي نخليها saw. حلو كده؟ ده كده اسمه past simple. طب الباست سيمبل ده استخداماته كان ايه؟ ده كان ليه استخدام واحد اساسي في اللغة اللي هو كلام قديم. كلام ايه يا دكتور؟ كلام قديم. يعني ايه كلام قديم يا مستر؟ يعني حاجة بدأت وانتهت في وقت محدد في الماضي، ولا ليها علاقة بدلوقتي، ولا مستمرة لغاية دلوقتي، ولا ليها تأثير دلوقتي، هو مجرد كلام قديم. فمثلا واحد كان متعود على التدخين وبطل تدخين، يبقى التدخين بالنسبة له ايه؟ يبقى التدخين بالنسبة له عادة قديمة. طب المصريين بنوا الأهرامات حقيقة، بس دي حقيقة قديمة، يعني دلوقتي خلاص مش موجودة، مصريين بنوا الأهرامات. واحد كان عايش في الهرم 10 سنين وعزل جه أكتوبر، يبقى عشته في الهرم دي حدث قديم. يبقى كل ما تلاقي الجملة فيها كلام قديم روح للباست سيمبل ده، عشان كده كان مميز بشوية كلمات. فتلاقيه كان مميز مثلا بكلمة زي yesterday امبارح، كلمة زي last الماضي، كلمة زي ago منذ، وهكذا كلمات كتيرة. كان في كلمة اسمها the other day يعني اليوم اللي فات، كان في كلمة اسمها that day، that day يعني ذلك اليوم يعني زمان. ممكن يحط لي حرف الجر ان واي سنة قديمة مثلا ان 2010. كل ده في النهاية اسمه كلام ايه؟ اسمه كلام قديم. نيجي للباست كونتينيوس بقى. الباست كونتينيوس ده يا دكتور كان شكله فيه واز اوير، والفيرب نفسه كان بيضاف له اي ان جي، واز وير فيرب اي ان جي. طبعا واز مع المفرد وير مع الجمع، والفيرب بنضيف له اي ان جي. والزمن ده كنا بنستخدمه في ايه؟ كنا بنستخدمه لما نلاقي وان اكشن حدث، لا اما كت، لا اما ويذ انذر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لك ده وان اكشن كات انذر، يعني حدث قطع التاني، حدث كان مستمر وجي حدث قطعه. لا اما وان اكشن وذ انذر، وان اكشن وذ انذر يعني حدثين كانوا شغالين مع بعض في نفس التوقيت. فمثلا وانا نايم الموبايل رن، ده وان اكشن كات انذر.
طب وانا نايم امي بتحضر الغداء، ده اسمه one action with another. يبقى الباست كونتينيوس ده لاما حدث قطع التاني لاما حدث كان مستمر مع التاني. طب الباست بيرفكت سيمبل ده، ده كان شكله ايه؟ ده كان شكله هاد والباست بارتيسيبل. هاد ما فيهوش لا هاز ولا هاد، هاد والباست بارتيسيبل. طب وده كان استخدامه في ايه يا مستر؟ باست بارتيسيبل طبعا التصريف الكام؟ التصريف التاني. ده كان استخدامه يا دكتور في حاجه اسمها الفيرست اكشن. يعني ايه الفيرست اكشن؟ يعني الحدث الاول. يعني ايه؟ يعني بتلاقي في حدثين حصلوا في الماضي، حدثين في الماضي بدأوا وانتهوا في الماضي، مفيش حاجة فيهم present. الحدثين دول فيهم حدث أول وحدث تاني. فمثلا امبارح بعد ما خلصنا المحاضرة روحنا، كم action دول؟ اتنين. اللي حصل أول خلصنا المحاضرة، هو ده الباست بيرفكت سيمبل. طب ايه اللي حصل بعد المحاضرة؟ روحنا. الاكشن التاني، الحدث التاني أعمله ايه؟ قال لك ده تروح تعمله لنا باست سيمبل. يبقى الباست سيمبل هو التصريف الثاني وكمان هو الحدث الثاني. الباست سيمبل هو التصريف الثاني والحدث الثاني. يبقى لما اجي اقول لك انا ما سامحتوش غير لما هو اعتذر، ما سامحتوش غير لما هو اعتذر، يبقى هو اعتذر الاول وبعد كده انا سامحته. يبقى اعتذر ده الحدث الاول اعمله باست بيرفكت. طب سامحته ده الحدث الثاني، يبقى ده اعمله باست سيمبل. رحت للدكتور عشان كنت عيان، رحت للدكتور عشان كنت عيان، يبقى انا كنت عيان الاول، يبقى ده الحدث الاول اعمله باست بيرفكت. بعد كده رحت للدكتور ده الحدث الثاني، اروح اعمله باست سيمبل. حلو كده؟ عشان كده تلاقي الزمن ده كان مشهور مع الكلمات اللي بترتب احداث. فتلاقي الزمن ده كان مشهور مع كلمه زي افتر اللي معناها بعد، اللي ممكن استخدم بدلها كلمه اسمها as soon as بمجرد ان، ممكن كمان استخدم كلمه بيفور اللي معناها قبل، ممكن استخدم كلمه باي ذا تايم، باي ذا تايم اللي برضو معناها قبل، ممكن استخدم معاه كلمه تيل اللي ممكن استخدم بدلها انتل اللي معناها حتى او غير لما الا لما. كل ده كلمات مشهوره مع الزمن ده. ليه؟ عشان ده اللي فيها ترتيب احداث، بتعرفني ايه اللي حصل اول وايه اللي حصل بعد كده. طب الباست بيرفكت كونتينيوس ده بقى يا دكتور، الماضي التام المستمر ده شكله ايه؟ قال لك والله ده برضو فيه هاد، بس هاد بين، هاد بين والفيرب نفسه بنقوم ضايفين له اي ان جي، هاد بين فيرب اي ان جي. طب يا مستر ايه الفرق بينه وبين البيرفكت سيمبل العادي؟ قال لك والله ده برضو الحدث الاول، يعني برضو الحاجه اللي حصلت الاول. مستر ما هو كده زي اللي قبليه. قال لك لا، ما هو ده الحدث الاول اللي فيه معاه ديوريشن. قلنا يعني ايه ديوريشن؟ مدى استغراق فتره زمنيه. يقول لك بعد ما ذاكرت 3 ساعات دخلت نمت، بعد ما ذاكرت 3 ساعات دخلت نمت. ايه اللي حصل اول؟ ذاكر، ذاكر قد ايه؟ 3 ساعات. الثلاث ساعات دول اسمهم ديوريشن. يبقى طول ما الجمله فيها ديوريشن مدى او استغراق مع الحدث الاول، يبقى بدل البيرفكت سيمبل تعمله لنا بيرفكت كونتينوس. وبرده بيجي مع افتر وبيفور وكل حاجه عادي جدا، بس الفكره ان هو الحاجه اللي حصلت الاول وفيها مدى. يقول لك انا لقيت شغل بعد ما دورت 3 شهور. ايه اللي حصل اول؟ دور على شغل، يبقى ده الحدث الاول. طب دور قد ايه؟ 3 شهور. الثلاث شهور دول اسمهم ديوريشن. كده دكتور البورد اللي قصادك دي فيها الاربع ازمنه بتوع البوست، نفس التقسيمه، بص نفس الشكل بتوع البريزنت اهم، بس بتوع البريزنت دول كلام عن المضارع، انما بتوع البوست دول، بتوع البوست دول اهم كلام على الماضي. ونفس التقسيم، البريزنت 4 والباست برضه 4. ازمنه الفيوتشر بقى، الفيوتشر اللي هو الايه؟ المستقبل. برضه هنقسم 4، برضه فيوتشر سمبل مستقبل بسيط، وفي فيوتشر كونتينيوس مستقبل مستمر، واهمهم الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام، وكمان هنضيف لك الطريقة بتاعت be going to plus infinitive.
يبقى دول كده كام فيوتشر؟ أربعة. فيوتشر سيمبل، فيوتشر كونتينيوس، فيوتشر بيرفكت، وطريقة بي جوينج تو الانفينيتي. حلو. كشكل بقى الفيوتشر سيمبل ده كان شكله ويل وانفينيتيف. الفيوتشر كونتينيوس ده كان شكله ويل بي وفيرب اي ان جي. الفيوتشر بيرفكت ده اهمهم كان شكله ويل هاف والباست بارتيسيبل. وسيبك من بي جوينج تو دلوقتي. التلاتة دول ايه الكلمة المكررة فيهم؟ كلمة ويل، صح؟ يبقى الفيوتشر سيمبل ويل وايه؟ وانفينيتيف، ويل ومصدر. الفيوتشر كونتينيوس ويل بي وفيرب اي ان جي. الفيوتشر بيرفكت ويل هاف والباست بارتيسيبل، مظبوط؟ وطريقة بي جوينج تو. طب ايه الفرق في استخداماتهم؟ بص يا دكتور، انا هقول لك على كل زمن كلمة واحدة وبعد كده افهمك ايه الكلمة دي. قال لك الفيوتشر سيمبل ده بتاع الستارت، ده بتاع البدايات، يعرفنا امتى الاكشن هيبتدي. الفيوتشر كونتينيوس ده قال لك ده بتاع الميدل اللي هو منطقة النص، ده بتاع الوسط، يعرفني ان انا هكون في وسط الحدث. والفيوتشر بيرفكت ده بتاع الاند. يعني ايه بتاع الاند؟ ده بتاع النهايات، ده اللي بيعرفني الاكشن هينتهي امتى، هيخلص امتى. ثلاث كلمات لو فهمتهم خلصنا الموضوع. ستارت وميدل واند، بدايه ونص ونهايه. يعني ايه يا مستر؟ لما اجي اقول لك انا هتغدى الساعه 5، يبقى لما تيجي 5 اجيب الغدا واقعد اكل، يبقى دي اسمها ستارت. الكونتينيوس ده انا هكون بتغدى الساعه 5، هكون بتغدى الساعه 5، يبقى انا هبدا غدا امتى؟ قبل 5. ولما تيجي 5 اكون لسه بتغدى واكمل غدا بعد 5. يبقى لو حد جالي الساعه 5 اقدر اقول له تعالى كل معايا، ما انا in the middle of the action، انا في وسط الحدث، انا قاعد بتغدى. طب ايه الفيوتشر بيرفكت ده؟ انا هكون اتغديت على الساعه 5. هكون ايه؟ اتغديت على الساعه 5. ده بتاع الاند، ده بتاع النهايه. يعني لما تجيلي 5 تلاقيني بلم الاكل ورايح اغسل ايدي عشان اخلص خلصت غدا. يبقى الفيوتشر بيرفكت ده بيتكلم عن نهايات. يبقى كده الفرق بين السيمبل والكونتينيوس والبرفكت في كلمه واحده بس، ان السيمبل ده بيعرفني امتى الستارت، امتى البدايه. الكونتينيوس ده بيعرفني ان انا هكون ان ذا ميدل اوف ذا اكشن، في قلب الحدث. البرفكت ده بيعرفني امتى الاكشن هيكون كومبليت، امتى الاكشن هيكون خلص، هيكون تام. طبعا الفيوتشر سيمبل ده عليه كلام كتير قوي. يعني الفيوتشر سيمبل ده يقول لك ده بتاع الكويك ديسيجن. يعني ايه كويك ديسيجن؟ قرار السريع. انا هسافر بكره، ده قرار سريع. انا هشتري الجاكيت ده قرار سريع. انا هشرب شاي، ده قرار سريع. وكمان كنا بنستخدمه مع حاجه اسمها فار بريدكشن. فار بريدكشن تنبؤ بس على المستقبل البعيد، الناس هتبقى تعيش على القمر، مصر هتفوز بكاس العالم 2096. ده اسمه فار بريدكشن، تنبؤ بعيد. وكمان كان ليه استخدام اسمه فيوتشر فاكت. فيوتشر فاكت يعني حقيقه، بس حقيقه في المستقبل. اخويا هيتم 10 سنين، ابني هيتم 13 سنه. دي حاجات حقيقيه بس ما اقدرش اغيرها، عشان كده بيسموها فيوتشر فاكت، حقيقه في المستقبل. وكمان كنا بنستخدمه مع الاوفر، العرض، وبنستخدمه مع الريكوست، الطلب. وكمان كنا بنستخدمه مع البروميس، الوعد، وكنا بنستخدمه مع الريكوست، الطلب. بروميس والريكوست، الوعد، سوري، البروميس والثريت، الثريت اللي هو التهديد. كل دي كلمات استخدامات خاصه بالفيوتشر سيمبل ده. بس في النهايه لما اجي اميزه عن الكونتينيوس والبرفكت، يبقى السيمبل ده بيتكلم على بدايات الاحداث، انما الكونتينيوس في نص الحدث. يعني ايه بقى الكونتينيوس نص الحدث؟ يعني لما اجي اقول لك don't phone me at 9، don't phone me at 9، ما تتصلش بيا الساعه 9. ليه يا عم؟ عشان I will be sleeping. يعني ايه بقى I will be sleeping؟ هل دي معناها انا هبدا انام ولا هكون نايم؟ هكون نايم، هكون in the middle of the action،
في منتصف الحدث. الفيوتشر بيرفكت ده بقى بتاع الان بيعرفني امتى الاكشن هيبقى كومبليت. واميز كلمه فيه كلمه باي، بس مش باي اللي معناها بواسطه، ده مميز بكلمه باي اللي معناها بيفور، اللي معناها قبل، اللي بنقولها باي ذا تايم. اميز كلمه فيه هي كلمه باي او بيفور او باي ذا تايم. امال يا مستر ايه بقى بي جوينج تو دي؟ اولا عايز اكد عليك ان كلمه بي يعني فيها ام او از او ار، وبعد كده كلمه جوينج تو دي ثابته، والفيرب نفسه بيتعمل انفينيت. الطريقه دي بقى بتاعت بي جوينج تو كان ليها استخدامين. كنا بنستخدمها لما يكون عندك انتنشن، انتنشن يعني نيه، ناوي اسافر الاسبوع اللي جاي، يعني بمعنى تاني حضرتك بتعمل بلان، انت بتخطط لحاجه. بخطط مثلا اغير الموبايل، يعني حضرتك واخد ديسيجن، ديسيجن يعني انت واخد قرار. ايه اللي انا كاتبه ده؟ ديسيجن يعني انت واخد قرار مثلا انك تغير الموبايل، انك تسافر الاسبوع اللي جاي، بس لسه الحاجه ما رتبتهاش 100%، انت لسه بتدرس، مجرد انتنشن. قلنا انتنشن يعني نيه. الاستخدام الثاني البي جوينج تو انك تعمل بيها بريدكشن، قلنا بريدكشن يعني تنبؤ، بس لازم البريدكشن ده يكون على حاجه about to happen. يعني ايه بقى يا دكتور حاجه about to happen؟ يعني حاجه خلاص تكون على وشك انها تحصل. العربيه جايه بسرعه شكله هيعمل حادثه، الدنيا مغيمه شكلها هتمطر، يبقى دي بريدكشن تنبؤ، بس about to happen يعني على وشك انه يحصل كده. الفيوتشر انا عملت لك اربع نقط عليه، بس الفيوتشر ده بالذات انا عايز اضيف لك عليه معلومه مهمه قوي عن الكونكتورز. الكونكتورز اللي هي الروابط، كل الكونكتورز، كل الروابط، افتر بقى وبيفور ووين واف وانليس، كل الروابط مالها بقى الكونكتورز؟ قال لك الكونكتورز كلها ممكن تجيب بعدها بريزنت مضارع، بس بريزنت ايه؟ قال لك حاجه من اتنين، لا بريزنت سمبل مضارع بسيط اللي لسه قلناه من شويه الانفينيتيف او الانفينيتيف بلس اس في اول فيديو، او البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام اللي هو برضو لسه قلناه من شويه في اول فيديو، هاز او هاف والباست بارتيسيبل. قال لك كل الكونكتورز ممكن تجيب منه بعديهم واحد من دول، لا اما بريزنت سمبل لا اما بريزنت بيرفكت، وتقوم حاطط لنا هنا كوما، وتقوم الناحيه الثانيه عاملها لنا ايه؟ عاملها لنا بقى فيوتشر حسب بقى الاستخدامات اللي لسه جايه من شويه، بس غالبا بيبقى فيوتشر سمبل، مستقبل بسيط غالبا يعني. يبقى انت كل الروابط تقدر تجيب بعدها بريزنت مضارع، سواء كان بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت، والناحيه الثانيه تعملها لنا فيوتشر. طب افرض الكونكتور يا مستر جالي في النص، افرض الرابط جالي في النص، ما عنديش مشكله خالص، اجيب بعده ايه؟ اجيب برضه بعده البريزنت المضارع. طب انهي بريزنت يا مستر؟ بريزنت حاجه من اتنين، لا اما بريزنت سمبل المضارع البسيط، لا اما بريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. طب وايه اللي يجي قبله بقى؟ ايه اللي يجي قبله؟ اللي يجي قبله الفيوتشر المستقبل، اي شكل بقى، بس غالبا الفيوتشر سمبل المستقبل بسيط هو اللي يبقى موجود. تعالى لي بقى يا دكتور وانت معاك الملزمه بتاعتنا دي، الملزمه دي بتاعت كل محاضره، كل محاضره لوحدها ليها الملزمه بتاعتها. الملزمه دي اسمها انجلش ان ناتشل، انجلش ان ناتشل يعني الخلاصه. ايه بقى الخلاصه دي؟ دي مالهاش علاقه بالكتاب، ها الكتاب ده هنجيله بعد شويه. حضرتك الاول بس الف في الملزمه كده، وروح هات لنا بيج كام؟ 11 اعتقد، 11 ولا كام؟ كام؟ طبعا انت عمال تقول ايه الصور دي وايه الحركات دي؟ لا ده احنا عامل لكم شغل جامد، احنا عامل لكم شغل على وايت ووتر السنه دي. اهو فين؟ هي فين؟ اهو البيج دي يا دكتور اللي هي بيج 11. بيج 11 هتلاقي فيها جدول كده في التنسز اللي انا شرحتها كلها، اللي هي البريزنت والباست والفيوتشر، وهتلاقيهم متقسمين مثلا الباست سمبل والباست كونتينوس والباست بيرفكت، كل واحد شكله ومعناه، شكله ومعناه، كلمتين صغيرين.
نفس الكلام في البريزنت، ادي البريزنت سمبل وادي البريزنت كونتينيوس، بس معلش هتتلوح انت بقى شويه او تلوح من زمان. البريزنت بيرفكت سمبل والبريزنت بيرفكت كونتينيوس، ونفس الكلام هتلاقيه في الفيوتشر. حلو كده؟ يعني الجدول ده لامم لك الازمنه كلها 12 زمن، 12 زمن. طيب دلوقتي بقى هات لنا بيج 12. بص بقى يا دكتور، ادات هحل معاك على ال 12 زمن كلهم مره واحده، مش على كل اربعه لوحدهم، يعني هنحل على البريزنت والباست والفيوتشر، لان هو في الامتحان اخر سنه كده، او في الامتحان مش هيجي محدد لك دي جمله على انهي زمن، انت لازم تحدد. واصعب حاجه النهارده انك تحدد فعلا ايه هو الزمن اللي انت عايزه. ماشي، تعالى بقى نشوف هنحدد ازاي. نمبر 1 يلا يا دكتور، معاك قلمك بقى وماشي معايا واحده واحده. When he arrived، اولا arrived يبقى كلام في البوست، مستحيل يبقى present او future. كلمه arrived دي معناها ان انا عايز حاجه تبع البوست، تبع الماضي. انت عندك في اربعه بوست، تعال نكمل. When he arrived we space our lunch، احنا كنا بنتغدى. واي اسكد هيم تو ايت وذ اس بات هي ريفيوزد، قلت له تعالى كل معانا بس هو رفض. وير هافينج ار هافينج هاف هاد هاد هاد، مش هو بيقول احنا كنا بنتغدى لما هو وصل، يبقى ده اسمه وان اكشن كات انذر، حدث قطع التاني، هو جه واحنا بنتغدى. يبقى انت عايز انهي باست؟ يبقى انا عايز الباست كونتينيوس، الباست كونتينيوس حدث قطع التاني. فين بقى الباست كونتينيوس؟ اهو وير هافينج. يبقى احنا الاول حددنا ان الكلام باست، ان سوري الكلام باست ماضي، وبعد كده شفنا انهي باست بقى، في اربعه باست. طب نمبر 2، عبد الحليم حافظ واز ا جريت سينجر، اولا عبد الحليم حافظ الله يرحمه، واز دي برضه باست، يبقى برضه الزمن هنا باست، زي ما احنا شفنا في الجمله الاولى برضه كانت باست، يبقى برضه الجمله الثانيه باست ماضي. عبد الحليم حافظ واز ا جريت سينجر، مغني عظيم، هو سبيس اوفر 300 سونجز، غنى اكتر من 300 اغنيه. عبد الحليم حافظ ده لسه بيغني ولا الله يرحمه؟ الله يرحمه. يبقى ده كلام قديم. الكلام القديم محتاج انهي باست؟ انت في عندك اربعه باست. اه الكلام القديم محتاج الباست سمبل. فين بقى الباست سمبل؟ has sung ولا has been singing ولا was singing ولا sang. الباست سمبل الماضي البسيط، ده التصريف الثاني. التصريف الثاني يبقى اجابتي sang، لان عبد الحليم حافظ ده الله يرحمه. 3، unfortunately مع الاسف لسوء الحظ، I spent all my money already، أنا صرفت فلوسي. What can I do now؟ أعمل إيه دلوقتي؟ ناخد بالنا بقى، بيقول What can I do now؟ أعمل إيه دلوقتي؟ يبقى ده بيتكلم على أنهي أزمنة؟ ده بيتكلم على البريزنت، على المضارع. البريزنت كانوا كام زمن؟ كانوا أربعة، صح؟ طيب هو بيقول مع الأسف أنا صرفت فلوسي بالفعل already. يبقى ده كلام حديث. هو بيقول انا مش عارف اتصرف ازاي دلوقتي، يبقى هو لسه مخلص فلوسه. يبقى ده كلام حديث، يعني لسه حاصل من شويه صغيرين. الكلام الحديث عايز انهي زمن؟ عايز البريزنت بيرفكت سمبل. فين بقى البريزنت بيرفكت سمبل؟ هاف سبنت ولا واز سبيندينج ولا هاف بين سبنت ولا سبند. البريزنت بيرفكت سمبل كان هاز او هاف والباست بارتيسيبل، يبقى اجابتي have spent اول واحده. 4، فوزي spaced to طنطا، he intends to come back home next week. هنا بقى دي حته لازم نضيفها لك دلوقتي، لازم نضيفها لك دلوقتي حضرتك، هتضيفها عندك لان هي مش في الملزمه دي او هي في الكتاب كده كده. ايه الحته اللي عايزين نضيفها يا دكتور؟ بص بقى، كان في فرق بين حاجه اسمها has او have been to وحاجة اسمها has او have gone to. been و gone، وقلنا لحضرتك ان have been to
يعني راح المكان وإيه ورجع. إنما have gone to يعني راح المكان ولسه مرجعش. يبقى انت رحت، انا لما اجي اقول لك I have been to London، I have been to London، يبقى انا فين دلوقتي؟ يبقى انا في ايجيبت في مصر، رحت لندن، رحت لندن ورجعت. انما لما اجي اقول لك My friend has gone to London، My friend has gone to London، يبقى صاحبي راح لندن ولسه هناك. حلو كده؟ نرجع بقى للجملة بتاعتنا تاني. الجملة بتاعتنا بيقول ايه؟ بيقول فوزي سبيس تو طنط، هو راح طنط، انا بقى عايز اشوف هو رجع ولا لسه. بيقول لي في الجزء التاني ايه؟ بيقول لي في الجزء التاني he intends to come back home next week، هو ناوي يرجع البيت الاسبوع اللي جاي. يبقى هو لسه مرجعش. يبقى been ولا gone؟ اه يبقى الاجابة بتاعتي gone. يبقى is being ولا has been ولا goes ولا has gone؟ اه يبقى اجابتي has gone. number five I am dead tired. خد بالك دي am مش was، يبقى الجملة دي present او ممكن future بس مستحيل تكون past. I am dead tired. dead tired يا جماعة يعني ميت من التعب، انا ميت من التعب. I space really hard since 7 o'clock. انا شغال بجدية من الساعة 7 الصبح. اولا في عندي since 7 o'clock، سنس وفور دول الطبيعي مع البريزنت بيرفكت المضارع التام. اولا الزمن هنا اكيد بريزنت مضارع، ليه؟ لان هو بيقول اي ام، هو بيقول اصلا شغال من الصبح، يبقى ده كلام قديم ولا كلام حديث؟ اه ده كلام حديث. حلو كده؟ بس هو شغال من 7 الصبح، يبقى ده كلام حديث وفي ديوريشن، في مدى، في استغراق. يبقى انا عايز البريزنت بيرفكت سيمبل ولا البريزنت بيرفكت كونتينيوس؟ اه انا عايز البريزنت بيرفكت كونتينيوس. worked ولا have been working ولا am working ولا was working؟ اه البريزنت بيرفكت كونتينيوس، have been working مضارع تام مستمر. number 6 while space home a fierce dog، fierce dog يعني كلب شرس، barked at us يعني هاو هاو علينا. اولا في هنا عندي كلمة while والجملة فيها كلمة barked، كلمة barked دي يعني الزمن هنا past، الزمن هنا ماضي صح؟ طيب الزمن هنا past، انهي past بقى؟ تعال نشوف. هو بيقول اثناء ما كنت مروح البيت الكلب هاو علي، يبقى ده one action cut another، ده حدث قطع التاني، وانا مروح الكلب هوا، يبقى انا محتاج الباست كونتينيوس الماضي المستمر. going ولا being gone ولا we were going ولا went؟ اه يبقى الاجابه we were going. انا سامع حضرتك وانت بتقولي دلوقتي يا مستر مش وايل ممكن اشيل السبجكت، اشيل الفعل اللي بعدها واضيف للفيرب ing، يبقى انا ممكن استخدم going. اه عندك حق بس في الجمله دي لا. عارف ليه؟ لان فكره ان انت تكنسل السبجكت اللي بعد افتر ده اللي بعد وايل، تشيل الفعل اللي بعد وايل، لازم يكون الجمله الاولى والجمله الثانيه نفس السبجكت نفس الفاعل. يعني ايه الجمله الاولى دي؟ ايه السبجكت اللي اتحذف؟ اي، ده اللي اتحذف. طب الجمله الثانيه فين السبجكت؟ اه ده فيرس دوج، كلب الشرس. يبقى كده السبجكت مش واحد، كده السبجكت ديفرنت، كده السبجكت مختلف، يبقى ما اقدرش اكنسله. يبقى انا عشان اكنسل السبجكت اللي بعد وايل، ودي معلومه جديده على بعضكم انا عارف، لازم يكون الفاعل بتاع الجملتين واحد، عشان كده جوينج ما نفعتش والاجابه وي وير جوينج. نمبر 7 او هاف يو ايتن اول ذا فود سبيس، هاف يو ايتن، هاف ايتن ده البريزنت بيرفكت، هو انت اكلت الاكل كله؟ You must have been so hungry. انت اكيد كنت جعان. Just ولا already ولا yet ولا never؟ طبعا حضرتك بتقول لي yet عشان yet اللي بتيجي في اخر السؤال، بس yet هنا غلط. هنا الاجابة already. ليه يا دكتور؟ لان already معناها بالعربي بالفعل، انما yet معناها بالعربي حتى الان. انا عايز اقول له ايه بقى بالعربي؟
هو انت خلصت الاكل كله بالفعل؟ هو انت خلصت الاكل كله فعلا؟ I am surprised، انا مستغرب والله. يبقى الاجابة already. Number 8. While I space at college I had a part-time job. اثناء ما كنت في الكلية كنت بشتغل وظيفة جزئية او وظيفة مؤقتة. اولا had، مش has ولا have، يبقى الكلام past، كده الكلام في الماضي. انا الاول بحاول احدد انا present ولا past ولا future. بيقول اثناء ما كنت في الكلية كان عندي وظيفة مؤقتة. was ولا have been ولا was being ولا am؟ انا سمعك وانت بتقول لي was being. غلط يا دكتور. ليه يا مستر؟ مش ده المفروض past continuous، ماضي مستمر؟ ايوه، بس كلمة was being وكلمة were being ما بتنفعش غير في الجمل الباسيف بس، جمل المبنية للمجهول بس، ولازم كمان تلاقي جاي بعديهم past participle تصريف تالت. ده ما حصلش هنا، عشان كده اجابتي هنا was بس. طب ليه مش am؟ لان الجملة كلها رايحة للباست، رايحة للماضي. عرفت منين؟ عرفت من كلمة had. يبقى يا دكتور الجملة دي الطبيعي تروح ل was being عشان ده past continuous، بس ما نفعتش لان اصلا ما فيش حاجة في اللغة اسمها was being ولا were being الا في الجمل الباسيف فقط لغير، مبنية للمجهول، وكمان بتلاقي بعد was being الباست بارتيسبل التصريف التالت. نمبر 9. إسراء space her arm، كسر الدراع. It's still injured and she can't move it، لسه مصابة ومش عارفة تحرك دراعها. اولا هنا is مش was، يبقى الكلام present. وكمان في هنا can't مش couldn't، يبقى برضو الكلام present. يبقى الجملة دي مبدئيا كده تبع أزمنة present. في عندي بقى present simple، في present continuous، في present perfect. هنا بقى انهي زمن؟ هو دراعها اتكسر امتى؟ اتكسر دلوقتي، ده كلام حديث انتش عرفك عشان مش قادر تحرك دراعها. طب طالما كلام حديث يبقى انت عايز انهي بريزنت؟ انت عايز البريزنت بيرفكت، المضارع التام السمبل البسيط. هاز بروكن ولا واز بريكنج ولا هاد بروكن ولا بروك؟ البريزنت بيرفكت، يبقى هاز بروكن. واحد هيقول لي يا مستر طب انا عايز اختار بروك عشان دراعها اتكسر، ما هي بروك دي ماضي، احنا اتفقنا ان الجمله دي بريزنت صح؟ تمام. نمبر 10. ميسي سبيس فور البارسا فور ا لونج تايم، برشلونه يعني، وناو هي بلايز فور بي اس جي، دلوقتي بيلعب لصالح بي اس جي اللي هو باريس سان جيرمان. بص بقى يا دكتور، اولا الجمله دي بتتكلم على ميسي لما كان بيلعب في برشلونه. هل ميسي لسه بيلعب في برشلونه؟ لا، ميسي ساب برشلونه ودلوقتي بيلعب في البي اس جي. واحد هيقول لي وانا مستر انا ماليش في الكوره، انا ما اعرفش الكلام ده. ما هو بوضح لك في الجمله، هو كاتب لك ان هو دلوقتي بيلعب في البي اس جي. يبقى لعب ميسي في برشلونه كلام قديم ولا كلام حديث؟ ده كلام قديم. طب الكلام القديم محتاج انهي زمن؟ محتاج الباست سمبل، الماضي البسيط، التصريف الثاني. has played ولا played ولا was playing ولا plays؟ يبقى played الباست سمبل، التصريف الثاني. تمام، تعال نكمل. نمبر 11. he booked a flight as soon as he space. he booked a flight as soon as he space the visa. هو حجز تذكره رحله الطيران بمجرد ما استلم الفيزا. اولا في عندي كلمه as soon as، بمجرد ان، زي after. الفيرب هنا booked، يبقى الفيرب ده باست، يبقى الجملة دي كلها باست صح؟ يبقى انا دلوقتي بدور على زمن من ازمنة الباست. يعني تقدر حضرتك بسهولة تستبعد لتر سي، لان لتر سي فيها هاز، وهاز دي تبع البريزنت، انا عايز حاجة تبع الباست. طب had been receiving، has been receiving ولا had received؟ هو حجز الرحلة بعد ما استلم الفيزا، يبقى هو استلم الفيزا الاول، يبقى ده الفيرست اكشن، الحدث الاول. يبقى انت محتاج انهي زمن؟ محتاج الباست بيرفكت. طب الباست بيرفكت الماضي التام السمبل ولا الكونتينيوس؟ السمبل، لان هنا مفيش ديوريشن، هو مش قاعد يستلم الفيزا، هو استلم الفيزا، فمفيش ديوريشن، مفيش مدى. فين بقى الباست بيرفكت سمبل؟ يبقى اجابتي هاد ريسيفد،
had received. طه visited Giza last month. طه زار منطقة الجيزة الشهر اللي فات. الجملة دي past، بس الجملة فيه هنا full stop، هي الجملة خلصت هنا. جزء التاني his piece of visiting it since he was a child. ده بيحلم بيها من ساعة ما كان طفل. هو بيحلم من ساعة ما كان طفل. الجملة دي حكمت لي ان الزمن كله past. خد بالك بقى، الزمن كله past، عشان كده هو حط الجزء ده بتاع visited عمله لك past. انت عندك الباست 4. طيب هو بيحلم بزيارتها من ساعة ما كان طفل. كان بيحلم من ساعة ما كان طفل، مش كده؟ يبقى كان بيحلم ده الحدث الأول، وزارها الشهر اللي فات ده الحدث الثاني. حلو كده؟ يبقى السؤال هنا على الحدث الكام؟ الحدث الأول. الحدث الأول فيه طريقتين، لإما past perfect simple ماضي تام بسيط، لإما past perfect continuous ماضي تام مستمر. مظبوط؟ مظبوط. في ديوريشن ولا مفيش؟ في مدى ولا مفيش؟ يا مستر ده بيحلم من ساعة ما كان طفل، يبقى ده في ديوريشن، في مدى. يبقى انت عايز السيمبل ولا الكونتينيوس؟ يبقى انا عايز الكونتينيوس. يبقى هاز دريمت طبعا اكيد لا، لان الجملة اتفقنا عليها باست، رغم ان انت شايف سنس وعايز تروح لهاز، بس هو حط الجملة الاولى باست عشان كده. طيب had been dreaming was dreaming would dream، طبعا would dream هستبعدها، بقى لي had been dreaming was dreaming. يبقى had been dreaming. had been dreaming ده فين كلمة had اصلا؟ الابوستروفي دي هي دي كلمة had، والزمن هنا past perfect continuous ماضي تام مستمر، لان ده الحدث الاول اللي فيه duration. 13 my roommate was upset. مين الroommate الاول؟ زميل الغرفة. بص بيقول ايه؟ was upset. was ولا is؟ was. يبقى الزمن كده رايح لفين؟ يبقى انا كده رايح للباست. دي اول حاجه نحددها، present ولا past ولا future. كده احنا عرفنا ان الزمن رايح للباست. مظبوط؟ مظبوط. had been waiting has been waiting has waited ولا had waited؟ بص بقى، انا صاحبي كان زعلان، upset يعني منزعج متضايق. ليه؟ عشان هو كان مستني نص ساعه. يبقى هو كان مستني نص ساعة، ده الحدث الأول، والحدث الأول ده فيه ديوريشن، فيه مدى. يبقى أنا عايز الباست بيرفكت كونتينيوس، الماضي التام المستمر. فين بقى؟ يبقى had been waiting أول واحدة. 14 we space him for this race for months، بقالنا شهور. before he decided to quit، قبل ما يقرر أنه ينسحب. كلمة quit يعني ينسحب. اولا في عندي هنا كلمة before قبل، وفي عندي decided. ده كده الكلام في البوست. حلو، يبقى كده الفيرب ده يا مستر خلاص في البوست. انا عندي 4 بوست. احنا فضلنا نجهزه شهور قبل ما هو ينسحب، فضلنا نجهزه شهور قبل ما هو ينسحب. يبقى ده الحدث الكام؟ الاول، ان احنا قعدنا نجهزه شهور. طب في ديوريشن ولا مفيش؟ في ديوريشن، في مدى، في استغراق، ان احنا بقالنا شهور، فور مانس، ده اسمه ديوريشن. يبقى انا عايز الباست بيرفكت كونتينيوس، الماضي التام المستمر. had been preparing had been prepared had prepared had preparing. يبقى اجابتي had been preparing. 15 I could smell cigarettes. هي دي could ولا كان؟ دي could، يبقى برضو الزمن past. طبعا احنا مكترين في الباست عشان هو اكتر حاجة بتيجي اخر السنة. I could smell cigarettes، انا كنت شامم ريحة سجاير. يبقى somebody space، يبقى في حد كان بيدخن، يبقى في حد كان بيدخن وبعد كده انا شميت السجاير. يبقى ده الحدث الاول، وفي duration، مش عرفت ان كان في ديوريشن، كان في مدى، عشان انا شميت ريحه السجاير. يبقى فضل يدخل لغايه ما انا شميت الريحه. يبقى ده الحدث الاول وبرده في ديوريشن. يبقى هاز بين سموكينج ولا هاد بين سموكينج؟ هاد بين سموكينج. عارف لو دي بدل كود كان عملها كان، لو بدل كود عملها كان، كنا عملناها هاز بين سموكينج، بريزنت بيرفكت كونتينيوس، بس هو عملها كود، يبقى الكلام في البوست.
16. When I arrived at the airport. بص arrived اهو في الباست. يبقى خلاص من قبل ما اكمل الجملة دي ايه؟ الجملة دي باست. لما وصلت المطار I realized أدركت. آية تانية دليل اهو realized في الباست. I spaced my passport. ان انا نسيت الباسبور بتاعي. لما وصلت المطار أدركت اني نسيت الباسبور. ايه اول حاجة حصلت؟ نسيت الباسبور. يبقى ده الباست بيرفكت. يبقى اجابتي had forgotten. 17. سعيد ايه to sit down since he had been standing all day at work. جامدة قوي قوي الجملة دي. نمبر 17. ليه جامدة؟ عشان فيها كلمة since. طب ايه يعني يا مستر؟ دايما كلمه سنس دي الطالب بيفكر في سنس وفور. بس خد بالك بقى اضف لمعلوماتك كلمه سنس ممكن تيجي بمعنى بيكوز لان او بسبب غير سنس اللي معناها منذ. طب وانا اعرف مين يا مستر؟ من ترجمه الجمله. الجمله دي سعيد كان عايز يقعد لانه كان واقف طول اليوم في الشغل. فاهم؟ يبقى هاد بين ستاندنج ده الباست بيرفكت. ده بتاع الحدث الكام؟ ده بتاع الحدث الاول. باست بيرفكت كونتينيوس. طب وكان عايز يقعد يبقى ده الحدث الثاني. طب الحدث الثاني ده عايز انهي زمن؟ عايز اول زمن في الباست اللي هو الباست سيمبل الماضي البسيط التصريفي الثاني. فين الباست سيمبل؟ يبقى الاجابه وونتد. جمله جامده. فريق كان سعيد كان عايز يقعد عشان كان واقف طول اليوم في الشغل. يبقى كان عايز يقعد ده الحدث الثاني. الحدث الثاني باست سيمبل ماضي بسيط. نمبر 18. My elder son says. بص بقى says مش said. says يبقى دي present. يبقى اكيد اجابتي هنا لا اما present لا اما future. لا مضارع لا مستقبل. مستحيل تكون باست. مستحيل. My elder son says he space a doctor when he grows up. ان هو ناوي يبقى دكتور لما يكبر. ده when he grows up لما يكبر. يبقى ده بيتكلم على الفيوتشر المستقبل. وقال لي it's his ambition. ambition يعني طموح. هو طموحه كده. طموح يا جماعة يعني intention. intention يعني نيته كده. انهي طريقه بقى اللي بتيجي مع الانتنشن؟ روح بص بقى على الفيوتشر. ويل بي ولا ويل هاف بين ولا از جوينج تو بي ولا از بينج. يبقى از جوينج تو بي. طريقه بي جوينج تو في الفيوتشر بتدل على الانتنشن النيه. 19. ماي فلايت تومورو ايه ات 9:58 AM. طياره بكره ميعادها كذا. ده هنا بقى اسمه تايم تيبل. جدول مواعيد. ايه الزمن بقى اللي بيجي مع التايم تيبل؟ خد بالك ده بيقول تومورو فتحس ان الجمله فيوتشر مستقبل. بس لو رجعت للشرح هتلاقي التايم تيبل ده مع الزمن اللي اسمه بريزنت سيمبل المضارع البسيط. فين بقى؟ از ولا ويل بي ولا از جوينج تو بي ولا از بينج. يبقى اجابتي از. 20. We have arranged everything. We have arranged everything. يعني ايه arranged يا دكتور؟ رتبنا. احنا رتبنا كل حاجة. هي arranged دي يا دكتور كان ليها زمن. كان ليها زمن اسمه present continuous مضارع مستمر. am is are و verb ing. يبقى we ايه ابراهيم up at 9. فين بقى present continuous؟ are picking اخر واحد. ده اسمه present بس اسمه present ايه؟ اسمه present continuous. 21. The twins space 17 next week. next week هيتم 17 سنة. يبقى ده اسمه future fact حقيقة في المستقبل. الفيوتشر فاكت محتاجة انهي زمن؟ محتاجة الفيوتشر سيمبل المستقبل بسيط. will infinitive. turns ولا will be turning ولا is going to turn ولا will turn. يبقى اجابتي will turn. 22. The match space the 5-minute extra time has already passed. هو عايز يقول لك الماتش على وشك انه يخلص لان الخمس دقايق الوقت الاضافي عدوا.
على وشك انه يخلص. لما تكون حاجة about to happen على وشك انها تحصل يبقى انا محتاج is going to finish. صح؟ صح. بس الطالب اللي تركيزه زيادة هيلاحظ ان في كمان is about to finish. is about to finish دي برضو معناها على وشك. طب ما بتساوي is going to، يبقى اجابتي اخر واحدة اللي هي A and B. 23 It's very hot in the house. الجو حر في البيت. I space on the air conditioner. الاير كونديشنر اللي هو التكييف. انا هشغل التكييف. I'm turning ولا will have turned ولا is going to turn ولا will turn. ده quick decision، قرار سريع، يبقى اجابتي will turn. 24 نبيل will get a good job when he is his education. بص بقى دي لعبة الكونكتورز، الروابط بتاعت الفيوتشر. ادي وين اهي، وفي معاها هنا فيوتشر هو جه قبلها، هنا الرابط جه في النص، يبقى كلمة وين دي اسمها ايه؟ كونكتور. صح؟ ده كده الرابط. جامعة فيوتشر اهو قبلها، يبقى انا محتاج بعدها حاجة بريزنت، حاجة مضارع. الملحوظة بتاعت الكونكتور بتاعت الروابط، لا اما بريزنت سيمبل لا اما بريزنت بيرفكت، لا مضارع بسيط لا مضارع تام، واحده من الاثنين. فينيشز ولا هاز فينيشد ولا ويل فينيش ولا اي ام بي. فينيشز دي بريزنت سمبل يبقى دي تنفع. طب هاز فينيشد دي بريزنت بيرفكت، دي برضو تنفع، يبقى الاجابه اي ام بي. روح بص على قاعه الكونكتورز، الروابط اللي بجيب لما بتيجي في النص بجيب بعدها بريزنت ومضارع، لا اما سمبل لا اما بيرفكت. على بيج 13 13 وفي عنوان عندك اسمه important notes، ملاحظات مهمة. دي ملاحظات يا جماعة على كل الأزمنة، يعني احنا جمعنا كل الأزمنة الملاحظات المهمة اللي فيها غير الشرح اللي فات. الشرح اللي فات ده كان الأزمنة نفسها، انك تفهم الفرق بين كل زمن والتاني. ده بقى ملاحظات، دي بتبقى أسهل شوية لأن ما فيهاش تشغيل دماغ على قد ما فيها يعني شوية إلى حد ما يعني حفظ. اول ملحوظه يا دكتور ان كان في حاجه اسمها ستيتيف فيربس. الستيتيف فيربس اللي هي بنسميها افعال الحاله. ايه حكايه افعال الحاله دي؟ الستيتيف فيربس دي يا دكتور هي افعال لا تستخدم مع الازمنه المستمره. احنا خدنا كام زمن مستمر؟ احنا خدنا بريزنت كونتينيوس مضارع مستمر وبريزنت بيرفكت كونتينيوس مضارع تام مستمر. خدنا past continuous ماضي مستمر و past perfect continuous ماضي تام مستمر، وخدنا كمان future continuous. صح؟ كل الأزمنة continuous دي اللي هي الأزمنة المستمرة أو الأزمنة continuous دي أزمنة ما بتنفعش معاها الستيتيف فيربس. حلو؟ طب الستيتيف فيربس دي كم نوع؟ ملكية، حواس، إحساس، معرفة، يبدو، verb to be. اي فعل فيه ملكيه زي هاف، مش هاف معناها يمتلك، بس خد بالك لما يكون معناها يمتلك يبقى دي اسمها ستيتيف. افرض جاب معنى تاني يبقى ده مش ستيتيف، جاب معنى مثلا يتناول يبقى ده فيرب عادي. ملكيه، حواس، حواس زي ايه؟ حواس اشهرهم فيرب تيست اللي معناها له مذاق، او فيرب سميل اللي معناها له رائحه. احساس يعني حب وكره، اشهرهم لاف، لاف ولايك وهيت وبريفير وونت ونيد. معرفه، معرفه زي فيرب ثينك اللي معناه يعتقد مش معناه يفكر، لو معناه يفكر يبقى ده مش ستيت. فيرب ثينك وفيرب اندرستاند ورياليز يدرك ونو يعرف، كل دول اسمهم معرفه. واي فيرب معناه يبدو زي فيرب سيم، ساوند، لوك، ابير، وفيرب تو بي، ام از ار واز وير. دول اسمهم ستيتيف فيربس، مالهم؟ ما ينفعوش مع الازمنه المستمره. وانا كاتب لك تحتيهم مثالين، تو اكزامبلز، واحد غلط والتاني صح. حلو كده؟ تاني ملحوظه واسمعها بقى كويس قوي دي، ان في حاجه اسمها انريل باست، الماضي اللي مش حقيقي. يعني ايه ماضي مش حقيقي؟ يعني الشكل بتاع الجمله ماضي لكن المعنى بتاع الجمله مضارع او مستقبل. يعني ايه يا مستر؟ قال لك في 3 اكسبريشنز، في حاجه اسمها اي ويش معناها بتمنى، وحاجه اسمها اي رادر معناها افضل، وحاجه اسمها اتس تايم معناها حان الوقت.
اي ويش بتمنى واي رادر افضل واتس تايم حان الوقت مالهم. لما يجي بعدهم سبجكت، لما يجي بعديهم فاعل لازم يجي بعديهم سبجكت. قال لك بعد السبجكت تقوم عامل الزمن باست سيمبل ماضي بسيط. الباست سيمبل ده بقى بيسموه انريل باست. ما تنساش الباست سيمبل اللي هو التصريف الكام، اللي هو التصريف الثاني، ده اسمه انريل باست، يعني ماضي مش حقيقي. وانا برضو كاتب لك مثالين، واحد غلط والتاني صح. يبقى طول ما انت شايف اي ويش او اي رادر او اتس تايم جاي بعديهم سبجكت تعمل الزمن باست سيمبل على طول. النوت الثالث، الملحوظه الثالثه، ودي بقى عايزك تاخد بالك منها قوي عشان دي كان عليها يونت مخصوص او جزء من يونت مخصوص. ايه هي بقى الفرق ما بين used to والانفينيتيف وود والانفينيتيف؟ اولا used to وود كانوا الاثنين بيستخدموا في العادات القديمه، العادات القديمه، بس العادات القديمه دي كانت نوعين، كانت في حاجه اسمها سلوكيات قديمه وحاجه اسمها ثوابت قديمه. يعني ايه الفرق بين السلوكيات والثوابت؟ مثلا واحد كان بيصحى كل يوم متاخر وبطل يصحى متاخر، يبقى دي سلوكيات قديمه. واحد كان بيعلي صوته وبطل يعلي صوته، يبقى دي سلوكيات قديمه. واحد كان بيذاكر بالنهار وبطل يذاكر بالنهار بقى يذاكر بالليل، يبقى المذاكره بالنهار دي سلوكيات قديمه. يعني بيهيفير، سلوك، تصرفات. امال ايه الثوابت القديمه؟ واحد كان عايش في الهرم 10 سنين وعزل جه اكتوبر، عيشته في الهرم دي كانت من الثوابت اللي استمرت سنين طويله. واحد كان شغال محامي ساب المحاماه وراح اشتغل مثلا في بنوك، شغله في المحاماه دي فضل سنين طويله، دي من الثوابت. سواء الجمله فيها سلوكيات قديمه او ثوابت قديمه يوزد تو ينفع نشتغل بيها. حلو كده؟ يوزد تو شغاله في كله. ما تنساش ان يوزد تو دي كنا بنعملها نفي بديدنت وسؤال بديد. الكويستشن السؤال بديد والنيجاتيف بديدنت، بس كان لازم ديد وديدنت يجي معاهم يوز مش يوزد. حلو كده؟ اما وود والانفينيتيف، وهي دي بقى المهم، وود والانفينيتيف دي يا دكتور تنفع مع العادة القديمه برضو، بس قال لك دي بقى سلوكيات قديمه فقط لا غير، ما تنفعش مع الثوابت القديمه. وقال لك كمان ما تنفعش مع الستيتيف فيربس، الافعال الستيتيف اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، ملكيه، حواس، احساس، معرفه، يبدو، فيرب تو بي. الحاجات الستيتيف دي ما تنفعش معها وود، ما فيش حاجه اسمها وود لايك في العاده القديمه، مفيش حاجه اسمها وود ثينك في العاده القديمه، مفيش حاجه اسمها وود هاف يمتلك في العاده القديمه. يبقى كده وود عندها مشكلتين، اولا هي تخصص ايه؟ سلوكيات قديمه بس. ثانيا ما بتجيش مع الستيتيف. اضف لمعلوماتك ان وود دي كمان ما بتتعملش كويستشن، ما بتتعملش سؤال، ولا بتتعمل نيجاتيف، ولا بتتعمل نفي. يبقى ما فيش حاجه اسمها وودنت، ما فيش حاجه اسمها وود يو، بتعمل سؤال ولا بتعمل نفي. النوت نمبر 4 ان وايل ممكن اجيب بعدها جيرند. هو ايه الجيرند ده بالمناسبه؟ اللي هو الفيرب بلس ايه؟ اي ان جي. وايل ممكن اجيب بعدها جيرند في حاله ان نو سبجكت، في حاله ان نو سبجكت يعني ما فيش فاعل، بس عايز اكد عليك. في الحاله دي لازم يكون السبجكت بتاع الجملتين واحد. يعني مثلا في الجمله اللي قصادك دي وايل دوينج هيز ورك هيما واز سينجينج، يبقى الفاعل بتاع الجملتين هيما، اثناء ما كان بيعمل شغله كان بيغني. هو ده الحاله اللي ممكن اشيل السبجكت اللي بعد وايل واضيف للفيرب اي ان جي. كان في كمان ديورنج، كان معناها اثناء او خلال، بس دي بجيب بعدها ناون، الناون اللي هو اجيب الاسم، مثلا ديورنج ذا هوليداي اثناء الاجازه. كان في افتر وبيفور، ممكن اجيب بعديهم الجيرند، اتفقنا الجيرند اللي هو الفيرب بلس اي ان جي، بس برضه يكون نو سبجكت، يعني مفيش بعديهم فاعل، وبرضه شرط ان يكون السبجكت بتاع الجملتين واحد. مثلا الجمله دي افتر فينيشنج ذا تاسك هشام واز هانجري، يبقى الجمله دي السبجكت بتاع الجملتين هشام. هشام ده فاعل واحد هو هو، يبقى اقدر اشيل هشام من الجمله الاولى واضيف للفيرب ايه؟ اي ان جي. يبقى كده وايل وافتر وبيفور نفس الفكره، اقدر اشيل السبجكت اللي بعدهم واضيف للفيرب اي ان جي. كان في كمان اون، اون برضو كنت بقدر اجيب بعدها الجيرند، الفيرب بلس اي ان جي كانت بتدي بمعنى وين، عندما، وكانت بتدل على السبيد، السبيد اللي هي السرعه، اول ما الباب خبط فتحت، اول ما التليفون رن رديت. كان في هافينج اللي بيجي بعدها باست بارتيسيبل تصريف ثالث من غير لا سبجكت ولا هاد، وبتديني بمعنى افتر،
يعني دي معناها بعد. كان في نو سونر وهاردلي وسكرسلي اللي كانوا لما بييجوا في اول الجمله، ده الاستثناء بتاعه، لما بييجوا في اول الجمله كنت بعكس الترتيب بعدهم، اجيب هاد الاول وبعد هاد السبجكت، هاد الاول وبعد هاد السبجكت. الفرق بينهم ان سونر كنت بكمل بذان، انما هاردلي وسكرسلي كنت بكمل بوين. نو سونر كنت بكمل بذان، وهاردلي وسكرسلي بكمل بوين. النوت نمبر 12، حاجة اسمها it was only when وحاجة اسمها it wasn't until. it was only when و it wasn't until. الكلمتين دول يا دكتور هما الاتنين معناهم after، بس بجيب بعديهم ايه الاول؟ بجيب بعديهم past perfect، ولازم اربط بكلمة that وبعد كده اجيب past simple. يبقى it was only when او it wasn't until لازم اربط معهم بكلمة that، وهتلاقي في جملة مثال عليهم ومعناهم after، يعني دول معناهم بعد. النوت اللي جايه دي بقى على دي نمبر 13 يا جماعه، على موضوع كلمه باي. كلمه باي دي يا جماعه قصه كبيره جدا في المنهج، لان كلمه باي ممكن يجي بعدها وقت في الماضي وممكن يجي بعدها وقت في المستقبل. فمثلا لو قلت لك باي يسترداي ده وقت في الماضي، طب باي تومورو ده وقت في المستقبل، باي 2010 2010 ده وقت في الماضي، انما باي 2030 ده وقت في المستقبل، باي لاست ويك يبقى ده وقت في الماضي، باي نيكست ويك يبقى ده وقت في المستقبل. ايوه اعمل ايه بقى؟ جيب معاها وقت في الماضي تعملها لنا باست بيرفكت اللي هو هاد والباست بارتيسيبل. جيب بعدها وقت في المستقبل تعملها لنا فيوتشر بيرفكت اللي هو ويل هاف والباست بارتيسيبل. نمبر 14 و15 و16 على موضوع سنس، سنس وفور. الفرق بين سنس وفور كان ان سنس بدايه وفور المده. مثلا من 2010 دي كده بدايه من 2010، انما فور 5 years خمس سنين ده كده المده، يبقى سنس بدايه فور المده. وسنس لما بتربط ما بين زمانين بجيب بعدها الباست سمبل الماضي البسيط، والناحيه الثانيه بخليها بريزنت بيرفكت. وكان في قاعده اسمها ايتس كنا حفظناها، ايتس مده سنس باست، حفظناها كده مده اي مده، مثلا ايتس 5 years وبعد كده كلمه سنس واجيب بعدها الباست سمبل. ولخصنا الكلام ده بالكلمتين دول، ان اي تنس بعد سنس يبقى باست، اي تنس بعد سنس يبقى باست، اي زمن يجي بعد سنس يبقى باست. انهي باست؟ بيبقى باست سمبل، الباست سمبل اللي هو الماضي البسيط. حضرتك كده دول 16 نوت مهمين جدا جدا جدا. ال 16 نوت دول على كل الازمنه، على كل الازمنه. حلو كده؟ كلام جميل. ممكن تضيف لنا عليهم الحته بتاعت هاز بين تو هاز جون تو اللي انا شرحتها من شويه، لو راح ورجع ولا لسه ما رجعش. على بيج 14 14 البراكتس اون جرامر نوتس، دي بقى اسئله على النوتس اللي على الجرامر، الملاحظات اللي على الجرامر. تعال بقى نشوف ايه الحكايه. نمبر 1، نمبر 1 يا دكتور بيقول لك افتر ايه her homework مليكة handed it to her teacher. لو تلاحظ هنا بعد after مفيش subject مفيش فاعل، واحنا قلنا من شوية after من غير subject الverb اضيف له ing يبقى الاجابة doing. نمبر 2 having، احنا قلنا ان having بجيب بعدها الباست participle، عايزين انا بحل اسرع لان مفيش فهم قوي على قد ما فيها حفظ يعني. having بجيب بعدها الباست participle، فين الباست participle؟ يبقى الاجابة repaired بس. employees weren't allowed to go، انا عايزك تركز بقى في 3 و 4 جامدين قوي، 3 و 4 دول جامدين جامدين يعني. employees الموظفين weren't allowed to go home space working hours، ونفس الجمله هي هي بس في اخرها working بس، دي قال working hours دي قال working بس. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمه working hours دي يعني ساعات العمل، ودي كده noun اسم، انما كلمه working ده gerund يعني verb plus ايه، verb plus ing، يبقى الاولى ايه والثانيه ايه؟ اه يبقى الاولى during والثانيه while، الاولى during والثانيه while. ليه؟ لان during هي اللي بيجي بعدها noun بيجي بعدها اسم، انما while عايزه بعدها الgerund، الgerund اللي هو الverb plus ايه ing. 5، بدا بنو سونر، احنا اتفقنا بدات بنو سونر او بهاردلي او بسكرسلي بعكس الترتيب، بجيب هاد قبل السبجكت، يبقى اجابتي لتر سي هاد هي ارايف.
نمبر 6 it was only when. احنا قلنا ده expression على بعضه اسمه it was only when وبكمل معاه دايما بكلمة that اهي يبقى الاجابة that. نمبر 7 مستر ابراهيم had a finished his project when. احنا اتفقنا انه sooner than, hardly when, scarcely when. يبقى هنا hardly when تنفع و scarcely when تنفع يبقى الاجابة B and C. They have argued. They have يا جماعة مش or. They have argued ever since they ايه. احنا قلنا اي tense بعد since يبقى past. الباست simple. التصريف التاني يبقى الاجابة came. I a you since you were a kid. دي بقى مهمة اوي. انا اعرفك من ساعة ما انت كنت طفل. المفروض يبقى have been knowing. بس have been knowing مش هتنفع واختار have known. ليه؟ عشان verb know ده اسمه stative. افعال المعرفه واحنا اتفقنا ستيت فيرب افعال معرفه ما بتجيش مع الازمنه الكونتينيوس ما بتجيش مع الازمنه المستمره. نمبر 10 شهد هاز ليفد ان كايرو ات ذا بيجينينج اوف ابريل منذ بدايه ابريل احنا قلنا سنس بدايه فور المده دي بدايه ابريل يبقى الاجابه سنس. 11 اي سينج ذا بوليسمان ذا بوليسمان ذا ثيف ران اواي لما شاف الحرامي الضابط الحرامي هرب on ولا during ولا while ولا just as الإجابة هنا إيه بقى يا دكتور؟ الجملة دي بتدل على السبيد السبيد يعني السرعة الكونكتور الوحيد اللي بيدل على السبيد هو on أول ما شافت البوليس أول ما شاف البوليس الحرامي هرب. I'd rather you إيه؟ إحنا اتفقنا I'd rather لما بجيب بعدها subject بعمل الجملة past simple اللي هو الفكرة بتاعت الـ unreal past الماضي اللي مش حقيقي يبقى فين الـ unreal past؟ اه يبقى الإجابة didn't go didn't go past simple. 13 it's such a long time ادي it's ومدة احنا قلنا في قاعدة اسمها it's مدة since past it's مدة since past يبقى اجابتي since وهتلاقي بعدها vested معمولة past. 14 When she was a young child, Sarah ate chicken, but now she likes it. لما كانت صغيرة, Sarah ما كانتش بتحب الفراخ, بس دلوقتي بتحبها. يبقى دي عادة قديمة. صح؟ كانت مواطنة تكره الفراخ, دلوقتي بتحبها. العادة القديمة يبقى دي مش نفعاني ودي مش نفعاني. عندك بقى used to hate would hate. الاتنين دول ينفعوا في العادات القديمة, بس would hate مش هتنفع. ليه would hit مش هتنفع؟ عشان hit ده stative verb والstative ما بيشتغلش مع would يبقى اللي قدامي used to hate. 15 By the end of the first term we ate many English books. كلمة by على نهاية الترم الأولاني احنا اتفقنا كلمة by لما بيجي بعدها وقت في المستقبل اشتغل future perfect. فين بقى ال future perfect؟ يبقى will have read will have والpast participle. In the past, people's health was better as all their food ate in organic form. كان الأكل كله من المعتاد إنه يكون organic. Organic يا جماعة يعني حاجة طبيعية. يبقى في الماضي كانت الصحة أحسن عشان الأكل كان المعتاد إنه بيجي organic. عادة قديمة يبقى used to come. Used to come. ليه ما خدناش would never come؟ لأن would ما بيجيش نيجاتيف ما بيجيش نفي هو نافعها لي بنيفر. 17 when we were young we ate watching cartoons لما كنا صغيرين كنا متعودين نحب الكرتون ده برضو past habit عادة قديمة would love مش هتنفع والإجابة used to love. طب would love ما نفعتش ليه؟ عشان love ده stative verb واحنا اتفقنا إن would ما بيجيش مع الstative. 18 when Ibrahim was a student he ate a long beard لحية طويلة and short hair وشعر قصير برضو عادة قديمة بس برضو would have مش هتنفع والإجابة used to have. طب would have مش هتنفع ليه؟ لأن have ده ملكية والملكية stative. 19 فوزي was very rude to سعيد rude يعني وقح قليل الأدب مع أن فوزي رجل محترم to سعيد considering he ate him for a few days يعني هو لسه يعرفوا بعض من كام يوم فمفروض فوزي ما يقلش أدبه وفوزي عمره ما يقل أدبه بصراحة. طيب هو عارفه من كام يوم ده كلام حديث وفي ديوريشن بس مش هينفع had only been knowing ليه؟ لأن no ده stative no ده stative ما بتعملش continuous يبقى الإجابة had only known had only known. 20 بدأ بهاردلي احنا اتفقنا لو بدأنا بهاردلي بعكس الترتيب اجيب had قبل السبجكت يبقى الإجابة had I put.
انا بقول بسرعه شويه عشان هو الموضوع مش مستاهل قوي يعني. 21 نو سونر نو سونر هاد ماي داد ايه ذا دي جامده قوي دي جامده يعني. بصوا مش عايز اقول لك جامده قد ايه. نو سونر بدا في الاول وجاب لي بعدها هاد، يبقى المفروض هنا اجيب الباست بارتيسيبل وربط بذان اهو صح. انا عايز ادور على باست بارتيسيبل مناسب. نو سونر هاد ماي داد ايه ذا كوربوريشن، كوربوريشن يعني مؤسسه او منظمه، ذان هي اسكد مي تو ورك ذير. اول ما اسس، انا عايز هنا كلمه يو اسس، الشركه الكبيره طلب مني اشتغل هناك. فاوند ولا فايند ولا فاوندد ولا بين فاوند؟ انا سامعك بتقول فاوند غلط. الاجابه هنا فاوندد. عارف ليه يا دكتور؟ في فيرب اسمه فايند معناه يجد، تصريفاته فاوند فاوند، وفي فيرب تاني خالص اسمه فاوند تصريفاته فاوندد فاوندد. هو عايز يقول يؤسس، يبقى الاجابه فاوندد. جامده الجمله جامده. 22 I ate this washing machine for 5 years now. بمتلكها بقالي 5 سنين ولغايه دلوقتي. washing machine غساله. had owned ولا have been owning ولا have owned ولا am owning؟ اولا بيقول now، يبقى الكلام present مضارع، يبقى الاولى دي غلط. وبي وسي بي ودي مش نافعين. ليه؟ عشان متضاف لهم اي ان جي، يعني معمولين continuous، وفيرب اون معناه يمتلك، والملكيه دي ستيتيف ما بيتعملوش كونتينيوس، يبقى الاجابه هاف اوند بس. It's a month since I lost a shopping. It's a month. It's a month. Sorry. It's a month since I lost a shop. It's مده since past. يبقى الاجابه went. ما تفكرش بقى في هاف جون وهاف بين والكلام ده. It's مده since past. When I was a student I ate up early and study my lessons on my room. لما كنت طالب كنت متعود اصحى بدري. دي باست هابت، عادة قديمة، عادة قديمة. واز جيتنج غلط، واز يوز تو جيت غلط، واز يوز تو جيت غلط عشان فيها واز، واز دي ما تنفعنيش. اتبقى لي جات وود جيت. جات ده باست سمبل ينفع في العادات القديمة، وود هي كمان تنفع في العادات القديمة. جامدة الجملة دي. اشتغل بقى بجات ولا وود جيت؟ بعد اند. هو عامل الفيرب ستادي، ستادي ده انفينيتيف، يبقى لازم تشتغل بود جيت عشان جيت هي كمان انفينيتيف. ما اللي قبل اند واللي بعد اند لازم يبقوا زي بعض. عارف لو اخترت جت كان لازم تقول اند ستاديد، تخليها في البوست. بص بقى يا دكتور، احنا عاملين لك حاجه جامده جدا السنه دي. احنا عايزينك تراجع موضوعات الريدنج والفوكابلري بتاعتها، الموضوعات الريدنج بالكلمات بتاعتها، وكمان تحل تاني على الكلمات دي. فعملنا ايه؟ قسمنا لك المنهج لموضوعات كده مصوره زي اللي قصادك ده. يعني مثلا اول موضوع ده كان عن هاري بوتر. هاري بوتر ده كتاب واتسرب، نزل اونلاين يعني قبل ما يتنشر. بص بقى انا عامل لك الفكره ازاي، ركز بقى قوي عشان تعرف تحل. احنا هنحل على الفوكابلري دلوقتي حالا. انا كاتب لحضرتك ايه؟ ان هاري بوتر بوك ده، كتاب هاري بوتر ده was due to be published، كان على وشك النشر. مهمة قوي هنا كلمة was due to، على وشك ان، قلمك بقى بايدك كده واشتغل. وببلش يعني ينشر كتاب، كان على وشك ان هو يتم نشره. والcontents were kept a secret، الcontents المحتويات، ترجم اللي انت محتاجه. وركبت سيكريت، كانت سريه، كانت حدش يعرف تفاصيل الكتاب ده ايه. لكن اللي حصل ان it was claimed، claimed يعني يدعي، the people typed up copies. typed up copies يعني نسخوا او عملوا نسخ بشكل غير قانوني. نسخوا، عملوا نسخ من الكتاب بشكل نسخ مضروبه، يعني مش الكتاب الاصلي، يعني كتاب اتسرب. والكلام ده occurred، occurred يعني happened، حصل. despite، بالرغم من، the security warnings، التحذيرات الأمنية. وهو بنسمي الكلام ده incident. incident يا جماعة مش accident. incident يعني حادث، حادث مش حادثة، حادث حاجة حصلت. زي مثلا موضوع تسريب الكتاب ده،
انما لما عربيتين او حادث تصادم ده اسمه اكسيدنت اكسيدنت، انما دي اسمها انسيدنت انسيدنت. الانسيدنت دي الانسيدنت دي هايلايت ايه؟ دي هاي يا جماعه بالاي بس ما فيهاش ايه. هايلايتس يعني بتلقي الضوء على موضوع مهم قوي، حاجه اسمها اونلاين بوك بايرسي. اونلاين بوك بايرسي، بايرسي يعني قرصنه. اونلاين بوك بايرسي يعني قرصنه الكتب الالكترونيه، يعني ان حد يسرق حقوق النشر بتاعت كتاب او بتاعت فيلم وينشرها بقى اونلاين. كلمه بايرسي كلمه مهمه جدا. القرصان نفسه اسمه بايرت، بايرت القرصان، ممكن تيجي قرصان السفينه والقرصان اللي هو اللي بيسرق حقوق النشر. وبيقولوا ان دي كرايم، كرايم يعني جريمه يعاقب عليها القانون. المجرم نفسه كان اسمه كريمنال، كريمنال. وكمان بيقولوا ان اللي عمل كده ده انترنت تشيت، تشيت تشيت بتيجي بمعنى يغش او غشاش، هنا جاب معنى الغشاش نفسه، يعني انترنت تشيتش غشاش الكتروني، هو ده اللي سرب الكتاب. عشان كده ده واز بانشت، عوقب، تم عقابه في انترناشنال كرايم كورت. كورت يعني محكمه، محكمه مكافحه الجريمه، محكمه العدل، يعني محكمه خاصه بالجرائم الدوليه. وبيقولوا ان اللي عمل كده اللي سرب كتاب هاري بوتر ده روند ذا سيربرايز، روند ذا سيربرايز يعني افسد المفاجاه. كلمه رون بتيجي بمعنى يفسد، وممكن كمان بتيجي بمعنى البقايا، بوظ المفاجاه اللي كانوا مجهزينها للجمهور. والجمهور كان ويتنج وذ بيتد بريث، مهم جدا جدا جدا. ويتنج وذ بيتد بريث يعني كان مستني بفارغ الصبر. كانوا مستنيين ايه؟ مستنيين ذا لونج اويتد اندنج، ذا لونج اويتد اندنج اكسبريشن مهم جدا جدا، يعني النهايه التي طال انتظارها. ممكن اقول ذا لونج اويتد ماتش، المباراه التي طار التي طار طال انتظارها. بيقولوا كمان ان اللويرز، اللويرز دول هم المحامين، ديماندد ويب سايتس. كلمه ديماند يعني يطالب، تحس ان دايما فيها جديه. ديماندد بتطالب ان الويب سايتس، المواقع ستوب شيرنج الليجال فوتوز، يتوقفوا عن نشر شير بتاع الفيسبوك مثلا الليجال فوتوز، الصور الغير قانونيه اللي هي اتسربت دي. والفانز بتوع هاري بوتر، الفانز بتوع النادي الاهلي، الفانز بتوع الزمالك اللي هم الجماهير المشجعين، وير شوك، شوك دي يعني صدموا، خد بالك اخرها اي دي، لو خليناها اي ان جي تبقى شوكينج يعني صادم، الحاجه اللي بتصدمك. وير شوك دي اتصدموا لما الكتاب اتسرب، لان كده اللي سرب الكتاب فايوليتد ذا كوبي رايت لو، فايوليتد يعني انتهك، كسر، حطم the copyright law يعني قانون حق النشر، violated the copyright law يعني انتهك قانون حق النشر. دي كده يا دكتور الموضوع بتاع هاري بوتر. هل الموضوع بتاع هاري بوتر ده بيجي في الامتحان؟ اه طبعا بيجي في الامتحان، بس مش بيجي يسأل على هاري بوتر، بيجي يسأل على الكلمات المهمة اللي ظهرت لنا في المعلومات دي. ايوه يعني الكلام ده بيجي في الامتحان ازاي؟ تعال نشوف الاسئلة الاصدق دي خاصة بهاري بوتر بس. بيقول لك after you have proven، after you have proven your efficiency، proven يعني اثبت، efficiency يعني كفاءة، بعد ما انت اثبتت كفاءتك you can a better pay، better pay يعني اجر افضل، فلوس اكتر. experience ولا demand ولا reflect ولا embrace؟ احنا لسه قايلين demand، يطالب، يطالب بجدية. number two، don't tell her what is wrapped inside، wrapped inside يعني ملفوف جوه الحاجه، ما تقولهاش ايه الحاجه اللي احنا لفينها جوه العلبه. dont a the surprise، لا تفسد المفاجاه. reach ولا defy ولا run ولا draw؟ قلنا run يفسد. the couple plan to spend their a honeymoon in the Maldives، عقبالكم كده الزوجين بيخططوا ان هم يقضوا الهانيمون اللي هو شهر العسل الذي طال انتظاره في الجزر المالديف، الذي طال انتظاره، يبقى misleading ولا legal ولا objective ولا long awaited؟ يبقى long awaited. four، the man a your dog frightens his children،
How can you defend yourself؟ defend يعني تدافع عن نفسك، وفرايتن يعني بيخوف. الراجل بيدعي ان الكلب بتاعك بيخوف اطفاله. كلمة بيدعي، persuades ولا covers ولا requires ولا claims؟ اه يبقى الاجابة claims، بيدعي. 5. She was waiting with a بتنتظر بفارغ الصبر. bated breath، bated breath، bated breath. بصوا هل كلمة bated breath دي كانت موجودة؟ اه كانت موجودة. روح بص عليها كده عشان تبقى متأكد. بص 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 اهو، waiting with bated breath. بس شايف السبرينج بتاعها عامل ازاي؟ هو جابها في جمله مالهاش علاقه بهاري بوتر خالص، بس جاب نفس الاكسبريشن. عشان كده احنا عملنا الريدنج والكلمات بتاعته بالطريقه دي. بص السبرينج bated breath، فين بقى انهي واحده bated breath؟ هنا احنا في نمبر كام؟ نمبر 5. انهي واحده؟ يبقى نمبر letter B هي دي bated breath. شايفين الفرق يا جماعه عامل ازاي؟ عشان كده احنا حبينا نعمل لك الموضوع بشكل مختلف في المراجعات. طيب نمبر احنا قلنا ليتر بي. نمبر 6. The internet has made book A easier. خلى قرصنة الكتب اسهل. فين بقى كلمة قرصنة؟ punishment ولا coat ولا piracy ولا responsibility؟ القرصنة piracy. 7. I didn't see the lunar eclipse. lunar eclipse اللي هو كسوف القمر ولا خسوف القمر. It is space late at night. اصل هو حصل متأخر بالليل. حدث. state obtain occur mentioned يبقى occurred. 8. I never trust those cheats. انا لا اثق في هؤلاء الغشاشين. بيقول لك the word cheats، كلمه الغشاشين هنا is a. الاختيارات دي كلها يا جماعه غلط، احنا اسفين، الاختيارات دي كلها غلط. اكتب لنا هنا noun، الاجابه هنا noun. noun يعني اسم. هو كانت الاختيارات noun ولا verb ولا adjective، اسم ولا فعل ولا صفة. Number 9. The TV channel has a the date of the second channel، هي قناة، has a the date of the second season of my favorite TV serials. هو عايز يقول لك ان القناة التلفزيون اعلنت، مش كده؟ اعلنت تاريخ الموسم الثاني من المسلسل سيريالز اللي هو المسلسلات. فين بقى اعلنت؟ assisted ولا demanded ولا announced؟ announced يعني اعلن. اكتبها عشان دي ما كانتش موجوده فوق. announced اعلن. 10. two people were shot yesterday in two separate a in the streets. في اتنين اتصابوا، ضرب عليهم نار، يبقى في حادث. حادث ولا حادثه؟ حادث. الحادثه اللي هي الاكسيدنت بيبقى فيها تصادم، انما الحادث اللي هي الانسيدنس اللي هي لتر دي. موضوع سفينه ايفر جيفن، فاكرين السفينه اللي عملت بلوك في قناه السويس، اللي سدت وقفلت الطريق الملاحي في قناه السويس؟ ده كان موضوع مهم وعليه اكسبريشنز برضو مهمه. تعال بقى نشوف الموضوع. بيقول لك سفينه ايفر جيفن دي، بيقول لك ان الريسكيورز هم المنقذين موفد ا هيوج شيب، حركوا السفينه الضخمه اللي اسمها ايفر جيفن، لان السفينه دي كانت بلوكينج. عارف لما تعمل لحد بلوك على الفيسبوك بتسد الترافيك، الترافيك اللي هو المرور، حركه الملاحه ثرو ذا سويس كانال، خلال قناه او عبر قناه السويس. شايفينها هي عملت ازاي؟ عملت المنظر ده كده. وبيقول لك ان السفينه دي كانت ويز شيل الليتر تي، شيل الليتر تي، ويز يعني بتزن 200,000 تونز، 200,000 طن. وايه اللي تسبب في الحادثه دي؟ الساند ستورم، عاصفه رمليه، هي اللي سبان ذا شيب. كلمه سبان هي الباست من فيرب سبين، سبين سبان سبان سبين يعني خلتها تلف بسرعه، سبين ضربتها خلتها تلف بسرعه. الشيب كومبانيز اللي هي شركات الملاحه فايند ا روت، كلمه روت هنا بمعنى خط السير، حاولوا يلاقوا خط سير تاني غير قناه السويس عشان اتقفلت. والكونتريز الدول اناونسد، لسه جاي من شويه، اناونس يعني اعلنت ان قناه السويس اتقفلت. والكانال اوثوريتيز يعني سلطات المسؤولين. انفستيجيت بيعملوا تحرياتهم، فيرب انفستيجيت يعمل تحريات. السلطات المسؤوله على قناه السويس كانت بتعمل تحريات، انفستيجيت. ودلوقتي the canal is open. open هنا يا جماعه جايه adjective، جايه صفه. الكانال از اوبن يعني دلوقتي القناه بقت مفتوحه للملاحه خلاص. وكل حاجه returned to normal، returned to normal يعني عادت لوضعها الطبيعي.
والاكسبيرتس الخبراء بيقولوا ان في possible casualties. casualties يعني الضحايا والخسائر، بيقولوا ان في خسائر. وعشان كده ايجيبت was compensated، تم تعويضها، خدت فلوس. compensated financially، financially يعني ماديا، ماليا يعني الخسائر اللي وقعت على مصر. ايجيبت was compensated financially، اتعوضت ماليا. وكمان ال companies الشركات دي برضو compensated، تم تعويضها. في اخر معلومة ان دي terrible accident. بص بقى terrible ايه؟ accident دي حادثة مش incident. accident لان ده حادث مروري، يعني القناة تسدد بالسفينة الكبيرة، فدي نسميها accident. ده كده الموضوع التاني بتاع سفينة ever given. تعال نحل عليه كام سؤال. الاسئلة هتيجي على ايه؟ على الكلمات اللي ليها علاقة بالسفينة بتاعت ever given. بيقول لك those whose houses had been damaged، اللي بيوتهم اتدمرت in the earthquake، في الزلزال، were financially ايه؟ انا عايز اقول تم تعويضهم ماديا. paid ولا owned ولا changed ولا compensated؟ تعويضهم يبقى compensated. compensated. two، he has a good job. This means he is a independent. independent يا جماعة يعني مستقل، هو وظيفته محترمة، مرتب محترم، يبقى مستقل ماليا. fortunately ولا financially؟ financially، ماليا او ماديا. 3. the referee's whistle، الصفارة بتاعت الحكم. is the end of the match، اعلنت نهاية المباراة. اعلنت leaked ولا announced ولا violated ولا advertised؟ announced، اعلنت عن الخبر. امال ايه يا مستر advertise؟ advertise ده يعلن برضو، بس يعلن عن سلعة. 4. the news announced، الاخبار اعلنت that fortunately the number of a of the train accident wasn't high، عدد الضحايا مش عالي. فين الضحايا؟ passengers ولا casualties ولا survivors ولا rescuers؟ الضحايا يبقى casualties. امال مين السرفايفرز؟ دول الناجون من الحادث. the company said، الشركة قالت it would a any customer complaints very fast، ان هي هتحقق في الكومبلينس. الكومبلينس يعني الشكاوي، شكاوي العملاء بسرعة جدا. انفستيجيت ولا دوبليكيت ولا اجنور ولا بلوك؟ يعمل تحرياته، يبقى انفستيجيت. نمبر 6، the storm has ate the ship and the captain couldn't control it، السفينة خبطت سوري العاصفة خبطت السفينة بسرعة او بقوة. اوربت ولا سبان؟ يبقى سبان، يخبط الحاجة بقوة. 7. The terrible accident has 82 lanes. lanes يا جماعة يعني حارة مرورية. of traffic on the freeway، طريق الحر. عايز اقول ان هي قفلت سدت حارتين. listed ولا booked ولا blocked ولا constructed؟ يبقى blocked. 8. The tourists studied the map and planned their trip accurately. accurately يعني بدقة. accurately يعني بدقة. انا عايز اقول ان السياح درسوا الخريطة وخططوا لتخط سير رحلته. خط السير، خط السير بقى method يعني طريقة، avenue طريق مشجر، route خط السير، ولا view المنظر، يبقى الاجابة route خط السير. 9. experts believe، الخبراء بيعتقدوا ايه؟ that the economic conditions، ان الظروف الاقتصادية will take years، هتستغرق سنين، to a normal after the COVID-19 crisis، بعد ازمة COVID-19. عايز اقول تعود لطبيعتها. fly ولا drive ولا become ولا return؟ return to normal. return to normal دي ناقصها 2 يا جماعة، ناقصها 2، حطها انت قبل كلمة normal. all ships know that passing a the Suez Canal saves time. السفن عارفة ان المرور عبر قناة السويس. فين عبر؟ off ولا for ولا at ولا through؟ يبقى through السويس كانال. من الموضوعات المهمة قوي 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 في المنهج موضوع النيوز بيبرز يا دكتور الجرايد، كان في منها نوعين. نوع اسمه بروتشيت، يعني جريدة رسمية كبيرة، بروتشيت. ونوع اسمه التابلويد. التابلويد يعني مجلة صغيرة. وفي نوع من الصحافة اسمه سيتيزن جورناليزم، ده مش نوع من الجرايد، ده نوع من الصحافة، بيسموه صحافة المواطن. ايه بقى الفرق بين الجريدة الرسمية البروتشيت، المجلة الصغيرة التابلويد، وايه وسيتيزن جورناليزم صحافة المواطن؟ قال لك البروتشيت دي
الصحيفة الرسمية الكبيرة بتبقى زي جريدة الجارديان، دي جريدة انجليزية، دايما تلاقيها الاخبار بتاعتها سيريس. يعني ايه سيريس؟ يعني اخبار جادة، ودايما تلاقيها فورمال، طريقتها رسمية، ودايما بتبقى تراستد يعني حاجة موثوق فيها، اخبارها موثوق فيها، وفيها لارج بيج، صفحة بتاعتها تبقى كبيرة ومعتمدة على الانترناشنال نيوز، الاخبار الدولية دي كده اسمها بروتشيت. يبقى جريدة الاهرام مثلا دي اسمها بروتشيت. امال ايه التابلويد بقى؟ التابلويد زي ما انتم شايفين كده بتبقى مجلة صغيرة فان شوية مرحة، معتمدة على المرح، بتبقى اللغة بتاعتها انفورمال، اللغة بتاعتها غير رسمية، معتمدة على الهيدلاينز، المانشيتات الكبيرة، وسمول بيجز، صفحاتها صغيرة، وفيها اخبار السليبرتيز. سليبرتيز يا جماعة يعني المشاهير، فيها اخبار المشاهير، وبتعتمد اكتر على الفوتوز زي ما انتم شايفين، معتمدة اكتر على فكرة الصور. يبقى مثلا لما يقول لك الفنانة الفلانية طلقت من الفنان الفلاني ورافعين على بعض قواضي، الخبر ده لقيه في البروت شيت ولا لقيه في التابلويد؟ اه ده لقيه في التابلويد. طب الخبر بتاع سفينة ايفر جيفن اللي بلوكد السويس كانال، سد قناة السويس، الاقيه في تابلويد ولا في بروت شيت؟ ده لقيه في بروت شيت. امال ايه بقى السيتيزن جورناليزم؟ حضرتك تبقى ماشي في الشارع ماسك موبايلك في ايدك، شفت اي حادثة اي موقف غريب بتروح طالع موبايلك مصوره، مصور اللي انت شفته صح، وتعمل شير على الفيسبوك مثلا، على انستجرام، على التيك توك، ويبدا الموضوع بقى لو مهم ينتشر وتنقله القنوات وبتاع، والموضوع يكبر ويطلع ترند وبتاع. يبقى انت قمت بدور الصحفي، ده بيسموه صحافه مواطن، سيتيزن جورناليزم. دي بتبقى مور ريل، يعني دي بتبقى حقيقيه اكتر لان الجمهور المواطن هو اللي بيصور، بس ليس بروفيشنال، اقل احترافيه، انت مش صحفي اصلا. واللي بيعمل كده بنقول عليه نوزي. نوزي يعني واحد متطفل. نوزي يا جماعه بتساوي كلمه اسمها كيوريوس، اكتبوها عندكم. نوزي دي بتساوي كلمه اسمها كيوريوس. كيوريوس يعني عنده حب فضول، متطفل، حشر مراخيره يعني في كل حاجه، جاي من كلمه نوز. دي كده التلات انواع من الصحافه، البروتشيت ده جورنال كبير رسمي وجد وبتاع، التابلويد ده بيبقى حاجه مش رسميه قوي، السيتيزن جورناليزم ده بيبقى صحافه المواطن، ان انت بنفسك كمواطن تذيع الخبر. الكلمات الخاصه بيه المره دي هم 7 اسئله بس. بيقول لك نمبر 1، those who seek news، الناس اللي بتسعى للاخبار، seek يسعى الى، about celebrities، عن المشاهير، واكسايتمنت والاثاره، ريد ايه؟ يقروا ايه؟ تريجر ولا تابلويد ولا تريتمنت ولا تورنمنت؟ اه دول يقروا تابلويد، المجله الصغيره. بيبو اذا فوتبول ايه؟ سيليبرتي ولا انفستيجيتور ولا تشيت ولا بايرت؟ بيبو ده الخطيب يا جماعه، ده سيليبرتي، سيبت يعني شخصيه مشهوره. If you seek trusted information، لو انت بتسعى لمعلومات موثوق فيها، وسيريس ريبورتس، وتقارير جاده، يو كان ريد ايه؟ تقرا ايه؟ تابلويد ولا بروتشيت؟ اقرا بروتشيت. 4 اي جورناليزم، صحافه المواطن، اسمها سيتيزن جورناليزم. بالمناسبه جورناليزم الصحافه، لو خليناها تي جورناليست تبقى صحفي. 5 sometimes it's useful for a journalist، من المفيد للصحفي، to be a، ان هو يبقى حشري، كريمينال ولا نوتي ولا نوزي ولا سوشيال، نوزي يعني يحشر مراخيره في كل حاجه. 6 ذا ستوري اباوت ذا وور فيكتيمز، القصه اللي عن ضحايا الحرب، دومينيتد يعني سيطرت على النيوز بيبر، ايه عايز اقول المانشيتات، يبقى نيوز بيبر هيدلاينز. اخر حاجه اي نيوز بيبر ذات هاز لارج بيجز، صفحاتها كبيره، وسيريس سبجكتس، وموضوعاتها جاده، يبقى دي تابلويد ولا بروتشيت؟ يبقى دي اسمها بروت شيت. وده كان موضوع النيوز بيبرز. موضوع الرابع مهم جدا 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 من هنا للصبح، البايس. البايس يعني التحيز. التحيز يعني حضرتك تبقى منحاز لطرف على حساب طرف تاني، ساعات بيسموه بريجيدس، ايه اللي انا كاتبه ده اهو، بريجيدس يعني التعصب، يبقى تحيز او تعصب. يبقى البايس ده بقى واحد مثلا صحفي متحيز للاهلي، يبقى ده عنده بايس، تحيز للاهلي او للزمالك برضه بايس. قال لك البايس ده، التحيز او التعصب ده ثلاث انواع، في بايس بين يعني عن طريق الخداع وتزييف الحقائق، تزييف، اكتب يا دكتور معايا، تزييف الحقائق، وفي باي اوميشن عن طريق الحذف،
وفي باي ريبليسمنت عن طريق المكان. ايه بقى الفرق؟ قال لك باي سبين ده عن طريق تزييف الحقائق وخداع مشاعر الناس. ده كده مسليد ذا ريدر، مسليد يعني يضلل القارئ. والبوينت اوف فيو وجهه النظر ما بتكونش بالانسد، ما بتكونش متوازنه. وان اكيوريت انفورميشن، معلوماتها معلومات غير دقيقه. ان اكيوريت لو شلت الاي ان تبقى اكيوريت يعني دقيقه. يبقى الصحفي اللي عمال لي بيكتب في الجرايد ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وان الاهلي ضحك علينا وخدوا اللقب بالفلوس وبالرشاوي ومش عارف ايه، ده اسمه بايس، ده راجل صحفي منحاز بس بايس بين بالخداع وتزييف الحقائق. ده كده مسليد الزملكاويه، بيضلل الزملكاويه، ووجهه نظره از نوت بالانسد، ما فيهاش توازن، والمعلومات اللي بيقولها ان اكيوريت غير دقيقه. امال ايه بقى الباس باي اوميشن؟ ايه التحيز عن طريق الحذف؟ المعلومه اللي مش عاجباك تحذفها. يعني لما تيجي تقول الحقيقه تحذف نص الحقيقه وتقول النص اللي على مزاجك، فاهمين ازاي؟ فقال لك ده اومت يعني يحذف، افاكت اور اكوت، تحذف حقيقه، تحذف اقتباس، او ليفينج سمثينج اوت. ليفينج سمثينج اوت يعني بتحذف جزء، ليف اوت تحذف جزء. مثلا الصحفي الزملكاوي اللي كان بيقول ان الزمالك نادي القرن، هو عارف ان الزمالك كسب الماتش اللي فات بالتحكيم مثلا، يعني مثلا، بس هو ما يقولش كده، هو يقول لك الزمالك كسب وما يجيبش سيره التحكيم. هو كده قال الحقيقه ولا نص الحقيقه؟ قال نص الحقيقه، ونص الحقيقه كذب. عشان يبقى كده اسمه باي اوميشن، عن طريق الحذف. طب ايه باي بليسمنت؟ ايه التحيز المكاني؟ الخبر اللي على مزاجي احطه فوق وخط كبير وواضح، الخبر اللي مش على مزاجي ارميه تحت وفي اخر صفحه وخط صغير محدش يشوفه. عشان كده بيقول لك ده تحط الحاجه at the top of the page، لا اما في اعلى الصفحه، لا اما very low down on the page، لا اما ترميها تحت خالص عشان محدش يقراها. دول الثلاث انواع بتوع البايس. طب ايه الاسئله اللي بتيجي عليهم؟ تعال نشوف المره دي 10 اسئله. بيقول لك نمبر 1، The A of the piece of news on the first page shows it's of top importance. المكان بتاع الخبر في الصفحة الأولى بيبين له أهمية كبيرة. Balance ولا bias ولا placement ولا point of view؟ A placement، مكان، وضع. Following a diet، diet نظام غذائي، is necessary to keep yourself healthy، عشان تحافظ على صحتك. بالانسد ولا ديثلي ولا بورينج ولا سوشيال؟ بالانسد، متوازن، نظام غذائي متوازن. The A of important information from the report misleads the decision making process. Decision making process يعني عملية صناعة القرار، وكلمة misleads يعني يضلل. هو عايز يقول لك حذف معلومات مهمة بيضلل صانع القرار. فين يحذف؟ الحذف omission، الحذف omission. 4، your A is your opinion or what you think، رأيك أو ما تعتقد. يبقى bias ولا procedure ولا placement ولا point of view؟ رأيي يبقى point of view. 5، an honest writer، الكاتب الأمين، never includes A information in the writing، ما بيحطوش معلومات غير دقيقة في كتاباتهم. certain ولا inaccurate ولا digital ولا interactive؟ inaccurate، غير دقيق. false news، المعلومات الزائفة، الفيك. on social media، على وسائل التواصل الاجتماعي. aim to، تهدف إلى a public opinion، الpublic opinion، الرأي العام، تضليل الرأي العام. فين يضلل؟ mislead أول واحد. 7، I think A against women no longer exists، التحيز ضد المرأة ما بقاش موجود. فين التحيز؟ bias letter D. 8، he usually is stories about his generosity. generosity يعني كرم. in fact he is a miser. miser دي يا جماعة يعني راجل بخيل، بيقول لك ده هو دايما بيقعد يعني يخدعنا بقصص عن كرمه، بس هو راجل بخيل. فين بقى يخدعنا؟ persuades ولا spoils ولا shocks ولا spins؟ spins، spin يا جماعه يعني يلف ويدور، spin يلف ويدور. فاكرين spin من شويه كانت بتيجي بمعنى يصطدم بقوه هنا بقى وتخلي الحاجه تلف وبتاع، هنا spins معناها، عارفين السبينر؟ السبينر بتاع اللي بتقعد تلف بسرعه دي، هي جايه من كلمه spin. 9، don't be a by his friendly appearance، friendly appearance مظهره اللطيف.
الودود he is really a strong competitor, ده منافس قوي. يقول له لا تنخدع, لا يعني ما تبقاش مضلل, mislead, don't be mislead. المفروض دي بقى يا جماعه تبقى misled عشان ده التصريف الثالث. الباسبورت بي واحده. 10 I am surprised by the A of the best player from the team. انا مندهش من حذف افضل لعيب من الفريق, ان هم شالوا احسن لعيب. بروموشن ولا ادميشن ولا اوميشن ولا ريسبونسابيلتي؟ يبقى الاجابه اوميشن. الموضوع مختلف خالص بقى. الفيرستس فور ايجيبشن وومن, كلمه فيرستس يعني الاوائل, فور ايجيبشن وومن للمراه المصريه. فيرستس جمعناها بمعنى الاوائل. هو جايب لك في اليونت ده people who inspire, الناس اللي بتلهم. inspire يلهم, وخد بالك inspire دي لو ضفنا لها ed inspired ملهم, لو خليناها ing inspiring ملهم. محمد صلاح ده inspiring, لو خليناها inspiration inspiration يعني الالهام او التحفيز. فاحنا في الموضوع ده celebrating, هنحتفل بي remarkable women, نساء مميزات يعني مية مية. والناس دول الwomen دول قدروا ان هم broke down, يحطموا الستيريوتايبس, الاشكال النمطية broke down stereotypes, وقدروا كمان ان هم defy challenge, يتحدوا prejudice اللي هي equal bias اللي هو التحيز او الانحياز او هنا معناها التعصب. وقدروا ان هم وفي اليونت ده احنا ديمونستريت, هنوضح ونفكر think about, نقعد نفكر في ايه woman's place in society, مكانة المرأة في المجتمع. حلو كده. طب مين اول ايجيبشن وومن؟ واحدة اسمها هيلانا سيدرس اللي قدام حضراتكم دي. هيلانا سيدرس دي ايه حكايتها؟ هيلانا سيدرس دي كانت the first to become a doctor in the Arab world, اول دكتورة فيميل يعني في العالم العربي. خد بالك كلمة the first جبنا بعدها to infinitive, the first to become. وخد بالك كلمة Arab world مش Arabic, الأرابيك ده اللغة, إنما Arab world العالم العربي. ودي studied medicine, درست الطب instead of mathematics, بدل ما تدرس الماثيماتكس. كلمة instead of يعني بدل من, mathematics الماث رياضيات. was considered to be, كانت تعتبر, خد بالك considered بعدها تقول infinitive, the first medical student, اول طالبة تدرس الطب في انجلند. went through, مرت بي obstacles, obstacles يعني عقبات. وqualified as a doctor, qualified as, تأهلت كا. وopened a private clinic, عيادة خاصة. وكانت في الكلينيك دي كانت treating patients, بتعالج المرضى. خد بالك treat يعالج او يعامل, والنون منها treatment المعاملة او العلاج. كلمة patient برضو بتيجي معنى مريض ومعنى صبور. وبعد كده retired, تقاعدت, طلعت معاش يعني, وtranslated stories, وقعدت تترجم قصص, اعتقد كان قصص للاطفال. دي موضوع هيلانا سيدرس. طب ايه الاسئله اللي على هيلانا سيدرس؟ بيقول لك we all should a negative stereotypes. we all should a الستيريوتايبس, الاشكال النمطيه, النيجاتيف السلبيه, ريتش ولا ديفاي ولا ديماند ولا درو؟ ديفاي, نتحدى ونهزم. he was a great leader who is a racial stereotype. الراشل يا جماعه يعني عنصري, الاشكال النمطيه العنصريه. applied ولا built ولا broke down؟ broke down يعني حطم الاشكال العنصريه. my father wanted me to a, why I got low marks in the exam. ابويا عايزنا اوضح انا ليه جبت درجات زباله. motivate ولا attend ولا assume ولا demonstrated؟ demonstrate يعني يوضح, assume دي معناها يفترض, و attend يحضر, و motivate يعني يشجع. 4 sometimes there is clear a against foreigners and strangers, يعني ضد الاجانب والاغراب. بيقول لك بيبقى في تعصب ضدهم. فين التعصب؟ prejudice. 40 members of our family, 40 واحد في عيلتنا, got together, اتجمعوا, اتقابلوا, to a my grandfather's birthday, عشان يحتفلوا بيه, يحتفل بيه, celebrate. After 7 years at the university, بعد 7 سنين في الجامعة, my son qualified a doctor, تأهل كدكتور. qualified بتاخد معاها as, وده كان
موضوع هيلانا سيدرس، ما مش هنفصل خليك زي ما انت. بعد هيلانا سيدرس على طول كان في الموضوع بتاع ياسمين يحيى مصطفى، مع نفس الموضوع ياسمين يحيى مصطفى. دي بقى موضوعها كبير شوية، فعايزك بقى تركز. ايه حكاية ياسمين يحيى مصطفى؟ عملت ايه ياسمين يحيى مصطفى؟ بص بقى يا حبيبنا، ياسمين يحيى مصطفى دي awarded، منحت. كلمة award بتيجي معنا جايزة رسمية، بتيجي معنا يمنح. first place، المركز الاول في engineering competition، competition مسابقة، مسابقة هندسية، مسابقة في الهندسة. و a minor planet، كويكب، كوكب صغير. named after her family، was named after her family، اتسمى باسم عائلتها. يعني في كوكب في الدنيا وكالة ناسا الفضائية سمته مصطفى على اسم عائلة ياسمين. وده كان recognizing her contribution in science، recognizing يعني اعترافا وتقديرا، وcontribution يعني مساهمة in society، في المجتمع. وياسمين يحيى مصطفى اللي انت شايفينها في الصور قصادكم attend، كانت بتحضر زمان الستيم سكول، مدارس الستيم بتاعت المتفوقين اللي في المعادي. وتعتبر دلوقتي رول موديل، رول موديل، نموذج وقدوة، مثل يحتذى به. وريسيفد ا يونيك اونر، واستلمت وتلقت واستقبلت يونيك اونر، يعني تكريم مميز، يونيك اونر. واللي عملته ياسمين يحيى مصطفى ده achievement، انجاز for all society، لكل المجتمع. وكده هي encourage youth، بتشجع الشباب to be creative، creative يعني مبدعين. كل الكلمات دي بقى اللي عليها الاسئله. الويننج انفنشن بتاعها، انفنشن الاختراع، ويننج انفنشن الاختراع الكسبان، مش هي دخلت مسابقه كسبت، الويننج انفنشن الاختراع اللي كسبته كان سباركد باي. سباركد باي كان جاي منين؟ كلمه سبارك يعني يتوهج، يتلألأ، يلمع، جاي منين بقى؟ ذا نيد فور كلين ووتر، الاحتياج للمياه النظيف، قريتها كانت محتاجه ميه نظيفه، فده اللي خلاها تفكر في الاختراع. طب ايه الاختراع؟ هي اخترعت حاجه تقدر ان هي بيرنينج رايس سترو، بيرنينج رايس سترو، تحرق قش الرز، الرايس سترو. طب ولما بيرنينج رايس سترو تعمل ايه؟ بروديوس ناتشرال فيول، تقدر تنتج منه وقود طبيعي، وجنريت الكتريستي، وتقدر كمان تولد الكهرباء. وبتقول ان الستيم سكول، المدرسه بتاعتها بتاعت المعادي، give confidence to innovate. كلمة confidence يا جماعة يعني ثقة، كان بتديها ثقة to innovate، innovate يعني تبدع، بتديها ثقة وتخليها تبدع. وهي قالت I can change the world، أنا أقدر أغير العالم. ياسمين يحيى مصطفى قالت كده، ويقول لك هي proudly states، proudly يعني بفخر، و states يعني تذكر تصرح، قالت بفخر I can change the world. وممكن نقول عليها إن هي physicist، عالمة فيزياء، خد بالك physicist مش physician، physician دكتور، physicist عالمة فيزياء، ولكتشرر ومحاضرة، يعني بتلقي محاضرات. كده أنت شفت موضوع ياسمين يحيى مصطفى، وكان قبليه موضوع هيلانا سيدرس. موضوع يحيى مصطفى بقى، ياسمين يحيى مصطفى، الأسئلة اللي عليه، هي عليها 9 أسئلة. بيقول لك the positive feedback we receive، the positive feedback we receive. الفيدباك يا جماعة اللي هو رأي الناس، رد فعل الناس. positive يعني إيجابي. we receive a us confidence، إدانا ثقة. لو رجعت هتلاقي كلمة confidence بتاخد verb give، give confidence، يدي ثقة. great scientists must be a and given top positions in their society، العلماء لازم يتم تكريمهم. فين يكرم؟ honored، ممكن تكتب باليو او بالاوبس، بالاو يو او بالاوبس. اينشتاين is the greatest a ever، اينشتاين ده اعظم فيزيائي، يبقى physicist، physicist. this charity، الجمعيه الخيريه، wouldn't help such a number of poor people، مش هتساعد العدد ده كله. if it weren't for، if it weren't for دي يا جماعه كلها يعني لولا، زي without كده بدون. of generous benefactors، فاكرين benefactor دي خدناها في النوفل، اللي هم فاعل الخير، متبرعين، يبقى مساهمه المتبرعين. في مساهمه contribution، كل ده في الكلام بتاعت ياسمين يحيى مصطفى. my father is a on english literature، هو محاضر في الادب الانجليزي، english literature، الادب الانجليزي. الفاكولتي اوف ارتس يا جماعه كليه الاداب، كليه بتاعتي. يبقى ده lecturer، محاضر. getting the best player in the World Cup finals has been my greatest achievement، الحصول على جائزه افضل
لعيب في نهائيات كاس العالم. فين الجائزه؟ اوورد. اوورد 7 شي اي ان ايفنينج لانجويج كورس، هي بتاخد بتحضر كورس انجلش. فين تحضر؟ اتندز تحضر. دكتور زويل is one of the best A for ambitious young scientist. ambitious يعني طموح، هو من افضل القدوة يعني قدوة مثل اعلى. يبقى رول موديل. محمد صلاح has been a positive role A. احنا قلنا من شوية اسمها رول موديل، يبقى الاجابة موديل. وده كان الموضوع بتاع الايجيبشن ومن. في بعد كده الموضوع amazing Egyptian women athletes. athletes يعني رياضيين، amazing يعني مذهلين، يبقى نساء مصريات رياضيات مذهلات. صح اللي انا بقوله ولا بخرف؟ مش مهم. المهم ان النساء دول اللي هم جيانا فاروق وفريال عبد العزيز وميار الشريف، مالهم بقى؟ الاول بصفه عامه هم faced challenge، واجهوا التحدي، واوفركم اوبستكل، وكانوا بيتغلبوا على العقبات، وبوت ايجيبت اون ذا وورلد ماب، وضعوا مصر على خريطه العالم في الرياضه. وده كان ليه سيكريت فورميولا، نجاحهم ده ليه تركيبه سريه كان فيها حاجتين: البيشنس الصبر، والديترمينيشن الاصرار. البيشنس الصبر، ديترمينيشن الاصرار، ونضيف عليهم كمان الهارد وورك. طب عملوا ايه يا مستر عشان الكلام ده كله؟ تعال بقى نشوف كل واحده فيهم عملت ايه. جيانا فاروق قصاد حضرتك ايه؟ جيانا فاروق دي لعبت في طوكيو اولمبيك جيمز. اولمبيك يا جماعه بدل الاي واي، اولمبياد طوكيو. وخدت برونز ميدال، ميداليه برونزيه ات ذا سيم ايفنت، في نفس الحدث اللي هو اولمبياد طوكيو. وخدت جولد ميدال، ميداليه ذهب ان اوستيريا. اوستيريا دي يا جماعه دوله النمسا، دي مش استراليا، مش استراليا. فريال عبد العزيز بقى دي بتاعت الكاراتيه بقى، دي 1-1 فازت بالكاراتيه جولد ميدال، بالميداليه الذهب في الكاراتيه. ودي كانت فارماسيست، فارماسيست صيدلانيه، يعني درست في كليه الفارماسي، الفارماسي اللي هي الصيدله. وخدت برونز ميدال، ميداليه برونزيه في الورلد تشامبيونشيبس، الورلد تشامبيونشيب بطوله العالم. وخدت سيلفر ميدال، ميداليه فضيه في الافريكا جيمز، في العاب افريقيا او بطوله افريقيا. ميار شريف بقى دي يا جماعه رانكد، مصنفه في التوب 100، في الافضل 100، وريتشنج نمبر 74، وصلت لرقم او المركز 74. واشتركت او هي عضو في الومنز تنس اسوسيشن، اسوسيشن يعني اتحاد او منظمه. وريتش ذا فاينلز، وصلت للنهائيات. ولوست تو، خسرت امام اللعيب ده، بس بيت انذر، هزمت واحد تاني. ان ذا فيرست راوند، في اول جوله، كلمه راوند جوله، اوف ذا استراليان اوبن، استراليان اوبن بطوله استراليا المفتوحه، دي اشهر بطولات التنس. وانا ماتش، فازت بماتش ان ا جراند سلام تورنمنت. تورنمنت يعني بطوله او مسابقه او دوري. الجراند سلام ده اسم اشهر بطوله تنس برضه، هي اسمها جراند سلام. يبقى عندك جيانا فاروق، فريال عبد العزيز، ميار الشريف. طبعا مش هم المهمين، المهم الكلمات اللي عليهم، احنا يعني عاملين كده عشان تفهم الكلمات في وسط الجمل والموضوعات. طب الاسئله اللي عليهم بتيجي ازاي؟ تعال نشوف. هم عليهم 6 اسئله بس. بيقول لك his determination، الاصرار والتصميم بتاعه، helped him a prejudice. prejudice قلنا التعصب، يبقى يتغلب على التعصب. فين يتغلب على؟ overcome. The Egyptian team lost the first A but they won the match. خسروا الجولة الأولى. فين الجولة؟ يبقى round. His A helped him achieve his goal. إصراره وتصميمه ساعده في تحقيق هدفه، يبقى determination، إصرار وتصميم. You need to be determined، لازم تكون مصر، in order to aid the obstacle، عشان تتغلب على العقبات، overcome، يتغلب على. صلاح scored 2 goals in the semi-final، قبل النهائي، is in one of the best games of the tournament، المسابقة أو الدوري. محمد صلاح is now A in the top 10، مصنف من أحسن 10 لعيب. فين مصنف؟ يبقى ranked،
مصنف. ده كان موضوع الرياضيات المذهلة جدا. السراوند ساوند، السراوند ساوند الصوت المجسم او الصوت المحيط. عارفين صوت السينما؟ نخش السينما كده وتحس ان صوت جالك من كل حته، ده اسمه سراوند ساوند. ايه بقى الكلمات المهمه اللي فيه؟ بيقول لك السراوند ساوند ده ريكوايرز، بيتطلب من سبيكرز، سبيكرز يعني سماعات زي اللي قصادكم ده في الصوره. وعامل حاجه بتستخدم في الفانتا ساوند، الموسيقى التصويريه، الموسيقى التصويريه اللي بتبقى في الافلام والمسلسلات وبتاع. وده السراوند ساوند ده بيساعد في ايه؟ ان هو اميرس the audience، الاودينس اللي هم الجمهور، immerse the audience يعني بيخلي الجمهور يندمج زيه زي الفيجوالز. الفيجوالز اللي هي البصريات، يعني البصريات بتخليك مندمج مع الفيلم، وكمان الفانتا ساوند او السراوند ساوند. بس المشكله في الاول ان هو كان تو اكسبنسيف تو امبلمنت اون ا بيج سكيل، كان غالي جدا لدرجه ان احنا ما نقدرش ان احنا امبلمنت ننفذه on a big scale يعني على نطاق واسع، و on a small scale على نطاق صغير. ولما بدأنا نستخدمه بقى بيستخدم spectacularly يعني بشكل مذهل. لو شلنا ال LY هدي فيها ال LY، ها اخرها ال LY بعد ال R ال LY. لو شلنا ال LY spectacular يعني مذهل زي amazing كده. بس لما جم يجربوه في البيت يعملوا surround sound في البيت لقوه inconvenient. inconvenient يعني غير مناسب. لو شلنا الـ IN convenient يعني مناسب suitable. وبدأوا عشان كده عشان يطبقوه في البيت بدأوا ان هم developed new approach. approach بتيجي بمعنى منهج او طريقة او توجه، وتيجي كمان بمعنى يقترب. don't approach me، ما تقربش مني. يبقى كلمة approach بتيجي بمعنى طريقة او منهج، او بتيجي بمعنى يقترب من. هم بدأوا يطوروا new approach. واكسبيرمنت هنا، اكسبيرمنت انت عارفه معنى تجربه علميه، هنا بتيجي معنى يجرب، يخوض التجربه. حاجه اسمها بيبر انستيد اوف سبيكرز، بداوا يستخدموا الورق بدل السماعات. وبالبيبر ده كرييتد، قدروا يخلقوا يعملوا يصنعوا الستريتد بوك. الستريتد بوك يعني كتاب مصور. طب الكتاب مصور ده بيحصل فيه ايه؟ بيبقى فيه سبيكرز، سماعات جوه الكتاب، بس السبيكرز دي هيدن، مستخبيه انسايد ذا بيجز، جوه الصفحات. ولما بعد كده حبوا يزودوا الموضوع فطوروا البرينتنج بروسيس. البرينتنج بروسيس عمليه الطباعه، طباعه الكتب الالستريتد، كتب مصوره. فبدأوا يطبعوا بدل وان شيت ات ا تايم، بدل ما يطبعوا ورقه واحده في المره، بدأوا يطبعوا هول رولز، لفات كامله. وجواها البيبر ثين سبيكرز، السماعات الورقيه الرفيعه اللي بيسموها تي رينج. التي رينج سماعه رقيقه. وده اصبح مور اميرسيف، مور اميرسيف، اكثر اندماجا. وبوتنشلي ماس بروديوسد، بوتنشلي يعني في الامكان ونقدر ان احنا يبقى ماس بروديوست. ماس بروديوست يعني ينتج بكميات كبيره، وكمان ات ا كومبيتيتيف برايس، بسعر تنافسي يعني يبقى السعر قليل، لو برايس، سعر منخفض. كلمه لو مش منظر لو، دي كده لو. ولما بداوا يدخلوه في الكتب وفي الورق بداوا يعملوا حاجه اسمها اوديو ادفيرتايزنج، يعني سماعات او سوري اعلانات سماعيه، يعني اعلان بس مش اعلان مكتوب، اعلان مسموع. وباكجينج، التغليف نفسه بتاع المنتجات بدا يحط فيه اوديو، الباكجينج التغليف. وكده يقدر ان هم بلاينج ادفيرتس فور يو، يعني يعزفوا او يشغلوا اعلانات ليك. يعني تمسك مثلا ازازه الميه، الباكج بتاعتها، الباكجينج التغليف بتاعها، لما تيجي تمسكها يطلع لك صوت، يطلع لك ادفيرتس اعلان. ده الموضوع بتاع السراوند ساوند، موضوع تقيل شويه انا عارف. البراكتس اللي عليه بقى بيقول لك ذا فيلم هاز بيكتشرسك. بيكتشرسك يعني جميل. بيكتشرسك ايه؟ ذات امبرس ذا ايز اوف فيورز، تبهر عيون المشاهدين. يبقى فيجوالز، بصريات جميله. ساينتست يوجوالي ايه؟ اون مايس، المايس اللي هي الفيران، جمع ماوس، ماوس الفار. عايز اقول بيعملوا تجارب، ابروتش ولا اميرس ولا سراوند ولا اكسبيرمنت. اكسبيرمنت، اكسبيرمنت يعني يعمل التجربه.
We won't know whether the new policy, مش هنعرف هل السياسة الجديدة is successful or not, ناجحة ولا مش ناجحة, unless actually, إلا لما تنفذ. ينفذ يبقى implemented. أول واحدة. When something is A, it's made in large quantities. يصنع بكميات كبيرة. يبقى mass produced. Letter C. Something that is A is beautiful in a dramatic and eye-catching. Eye-catching يعني حاجة بتجذب البصر. يبقى ده spectacular. Spectacular يعني amazing. مذهل. Don't A broken electric wires. الالكتريك واير الأسلاك الكهرباء. ما تقربش منها. يبقى approach. قلنا approach ليها معنيين. طريقة أو منهج بتيجي معنى يقترب من. Unless a new A is found to control traffic, we will never find a solution to this dilemma. Dilemma يعني مأزق أو أزمة. إذا لم نجد طريقة جديدة للسيطرة على المرور. طريقة هنا بمعنى approach. I am afraid he has come at a space time. أنا آسف إن هو جه في وقت غير مناسب. يبقى inconvenient time. هنا أفريد يا جماعة مش يعني خايف, يعني آسف. بوسي was so in her studies that she forgot all about her friend's affairs. هي كانت مندمجة في دراستها لدرجة إنها نسيت كل حاجة تخص أصحابها. يبقى immersed. immersed يعني مندمجة. The car had a powerful sound system. العربية فيها نظام صوت قوي. With 4A, باربع سماعات. السماعات يبقى speakers. The new COVID-19 vaccine. الفاكسين اللي هو اللقاح. 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 مش عارف اسمه ايه. الفاكسين is now produced on a big A in many countries. بينتج على نطاق واسع. يبقى big scale اول واحد. اخر جملة. At the summer sale, في اوكازيون الصيف, most products, معظم المنتجات, are sold, بتباع A competitive price, بسعر تنافسي. يبقى at, بتاخد حرف الجر at a competitive price. ده كان الموضوع بتاع surround sound. reading بقى والكلمات بتاعته عشان عارف انت تعبت مننا. التين astronomers and technology. اولا التين astronomers, astronomers يعني علماء الفلك. والتينز دول اللي هم المراهقين, علماء فلك مراهقين. ده يا جماعة كان اسم ويب سايت. ويب سايت يعني موقع على الانترنت. وضمين معاه موضوع تاني اللي هو موضوع التكنولوجي. التكنولوجيا اللي عنده burning questions. burning questions اسئلة ملحة يقدر يبعتها على الويب سايت بتاع تين astronomers. وهم constantly searching, في حالة بحث مستمر. constantly يعني باستمرار. وده صورة, الصورة دي بتاعت السولار سيستم. السولار سيستم النظام الشمسي. astronauts رواد الفضاء مالهم survive, بينجو او بيقدروا يتعايشوا ويفضلوا على قيد الحياة في الاكستريم temperatures, في درجات الحرارة الشديدة. the surface of the planet Mars, سطح كوكب مارس. اعتقد ده صورته. the surface of the planet Mars. surface يعني سطح, وplanet يعني كوكب. مارس ده كوكب المريخ. expand into the universe being, باستخدام التكنولوجي نقدر ان احنا expand, نتوسع ونتمدد. into the universe, universe الكون. beyond the universe, ما وراء الكون. ودلوقتي بقى في advances, ناقصها اس جمع, in space technology, تقدم وتطورات في تكنولوجيا الفضاء. advances تطورات. advanced بالدي متطور. depend في التكنولوجي بقى. depend on smartphone, بدأنا نعتمد على الهواتف الذكية. ونقدر ولازم ان احنا keep in touch with technology. keep in touch with, نبقى على تواصل مع. ودلوقتي بقى في advanced warning system, انظمة تحذير advanced متطورة تساعدنا ان احنا في حالة الخطر escape to safety. escape to safety يعني نهرب للأمان. وده issue, موضوع ناقشناه كتير يعني في الإعلام والصحف, عن السايبر سيكيورتي, الأمن المعلوماتي. مشكلة التكنولوجي السايبر سيكيورتي, إيشو يعني قضية أو موضوع. لأن والمشكلة دلوقتي إن بقى فيه هاكرز. هاكرز اللي هم الهاكرز, نحن نسميهم هاكرز. بيسموهم إيه بالعربي؟ مش عارف اسمهم. هاكرز. هاكرز اللي هم ماشي, انتوا عارفينهم الهاكرز. كوز سيريوس هارم, بيسببوا ضرر خطير. سيريوس يعني خطير او جد. هنا خطير.
وهارم يعني اذى او ضرر. دي كل ده عيوب التكنولوجيا بقى. وفي ناس بقت ادكتد تو تكنولوجي، مدمنه للتكنولوجيا، ادكتد تو طبعا ادكشن بالاي او ان الادمان. رغم العيوب دي بس في obvious benefits، في فوائد واضحه للتكنولوجيا، زي ان احنا discover new cures، نكتشف علاجات جديده for diseases للامراض، وده بيساعدنا ان احنا save lives يعني ننقذ حياه الناس. وقال لك كمان احنا باستخدام التكنولوجي قدرنا ان احنا launch a spacecraft، launch يعني نطلق، spacecraft سفينه فضائيه، نطلق سفينه فضائيه. والتكنولوجي دي essential، حاجة ضرورية أساسية for all life forms، لكل أشكال الحياة. في كم كلمة كده جم في اليونت ما لهمش علاقة بموضوع التكنولوجي فعايزك تعرفهم. الدراجز العقاقير، انت عارفها مخدرات بس تيجي معنا عقاقير أو أدوية. الأوبريشن العملية الجراحية، العملية الجراحية غير البروسيس، البروسيس عملية تصنيع مثلا أو عملية طبيعية، أو البروسيس عملية تصنيع أو عملية طبيعية زي البناء الضوئي مثلا. الريكورد بتيجي بمعنى رقم قياسي وتيجي بمعنى سجلات. سنسر، السنسر اللي هو جهاز الاستشعار أو الحساس. السيرجن ده الجراح، إنما السيرجري الجراحة نفسها. التريتمنت ليها معنيين، تيجي بمعنى معاملة وتيجي بمعنى علاج، طريقة العلاج، طريقة العلاج. ده بالنسبة لموضوع التكنولوجي. الأسئلة اللي عليه 11 سؤال. بيقول لك السوبر ماركت أونر، صاحب السوبر ماركت أو المالك بتاعه، decided to install a new A system، نظام أمن يبقى security system. Two, most young men and women A in touch with، يتواصل مع، اسمها keep in touch with. Keep in touch with. There are plans، في خطط to A the airport، توسيعة المطار، expand the air، كل الكلمات دي ظهرت من شوية في الموضوع اللي فات. This runner holds the world A، الرقم القياسي العالمي، يبقى record. I had A on my broken leg، عملت عملية في رجلي المكسورة، يبقى operation. An A is someone who travels and works on a spaceship، اللي بيسافر ويشتغل في سفينة الفضاء، يبقى ده أسترونوت، رائد الفضاء، مش الأسترونومر. الأسترونومر ده عالم الفلك، يدرس الكواكب والنجوم وبتاع. A is a scientist who studies planets and stars، اللي بيدرس الكواكب والنجوم، هو ده بقى الأسترونومر، عالم الفلك. These A measure the response، measure يعني بيقيس، يقيس the response of different parts of your brain، استجابة مخك. يبقى sensor، الحساس، جهاز استشعار حساس. The sun is at the center of the A، الشمس في منتصف السولار سيستم، النظام الشمس. ناسا، وكالة ناسا فضائية، launched، اطلقت، يبقى space craft، سفينة فضائية او مكوك فضائي. Take this A only under your physician، physician دي يعني دكتور يا جماعة، دكتور، دكتور. Your physician supervision، إشراف الطبيب، يبقى خد الدواء ده، الدواء يبقى كلمة drug. وده كان آخر موضوعات الريدنج كده. احنا ده فيفا World Cup which was held in Qatar from كذا to كذا received widespread global attention، اهتمام عالمي واسع النطاق. Teams from 32 countries participated in، شاركت فيه، in the tournament and Argentina won the tournament. حضرتك اقرأ بقى كده. اول واحدة، حظيت بطولة كاس العالم لكرة القدم التي اقيمت في قطر في الفترة من 20 نوفمبر ل 28 باهتمام عالمي محدود. لا، هو اهتمام عالمي كبير. بي، حظي ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا. روسيا مين يا راجل؟ غلط، قطر. حظي ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر في الفترة من كذا لكذا باهتمام عالمي واسع النطاق، وقد شاركت في المباراة. لا، مش مباراة، دي بطولة. يبقى آخر واحد، بس برضه تقراها تتأكد إن هي مظبوطة. أنت بتحل الترجمة كده كأنها فوازير، تقعد تطلع الأخطاء. طب اللي من عربي الإنجليش بقى، طبعا أنت في الامتحان هيجيلك 2 و2، 2 و2.
لوسائل الإعلام دور فعال في تكوين الرأي العام لمختلف طبقات المجتمع. The media have effective role in shaping public opinion for different classes of society. هذه الأولى. Have the media غلط. مترتبة غلط. خلاص مش هكملها دي. The media have an effective roles. Roles غلط. صح؟ من هو دور. يبقى الأولى والأخيرة. The media have an effective role in shaping public opinion for different classes of society. كده أنا شايف الأولى والأخيرة زي بعض. الأولى ما فيهاش آن والأخيرة فيها آن. ده درس جرامر هنشرحه. هو كان في أولى وتانية بس هنشرحه. خد بالك إن أنت عندك جرامر تراكمي. يعني في دروس جرامر كانت في اولى وتانية ما جاتش في ثالثه، دي هنشرحها في المراجعات، عمول حسابها وهتلاقيها في الكتاب. يبقى انا هختار اللي فيها ان. ليه اختار اللي فيها ان؟ عشان دي صفه وموصوف. لما يكون في صفه واسم بوصفه لازم اشتغل بقى او ان، يبقى الاجابه اخر واحده ليتر دي. حلو الكلام، كلام جميل. المفاجاه بتاعت النهارده بقى مين ده يا اولاد؟ عارفينه يا انكل. حضرة العمدة، هو كان اسمه ايه؟ جعفر العمدة. ده جعفر العمدة يا ولاد. ماله يا مستر؟ ماله يا مستر جعفر العمدة؟ احنا عاملين لكم عليه قطعة كومبريهنشن. انا عارف ان انت بتحب قطعة الكومبريهنشن، فقمت عامل لك جعفر العمدة في قطعة. القطعة لسه هنتكلم عنها كتير، حل القطعة عموما يعني، بس مبدئيا كده القطعة بتبدأ بحل الأسئلة. حل الأسئلة مش حل مش قراءة القطعة. تبدأ أنا بخرج. تبدأ بقراءة الأسئلة. تعال نشوف الأسئلة الأول. What is جعفر العمدة؟ Novel, movie, TV series, play. Two, where is the series set؟ يعني أحداثها بتحصل فين؟ Cairo, a small village in Egypt. Alexandria, a big city in Egypt. 3. What is Gaffer's occupation? Occupation يعني job. وظيفته. Farmer, landowner and businessman. Teacher, carpenter. How does Gaffer use his power and influence? Influence تأثيره وpower قوته. بيستخدمهم ازاي؟ To help the villagers, أهل القرية، أهل المنطقة يعني. Control the village and its people. Create conflict. يخلق صراع. Run for political office. يترشح في السياسة. يخش مجال السياسة. 5. How is Gaffer portrayed in the series? إزاي بيصور في الصور في المسلسل. One dimensional character. شخصية أحادية. يعني ليها اتجاه واحد. Villainous character. شخصية شريرة. الفيلن ده الشرير. Complex character. شخصية معقدة with positive and negative traits. بمزايا أو صفات سلبية وإيجابية. ولا heroic character. شخصية بطولية. What are some of the conflicts that Gaffer faces? الصراعات اللي بيواجهها جعفر. Dealing with rival businessmen. التعامل مع رجال أعمال منافسين. And the personal issues. وقضايا شخصية within his own family. خاصة بعيلته. Solving crimes. حل الجرائم. In the village and maintaining his hold on the village. يعني سيطرته على القرية وحل الجريمة. Running for political office and building a new school. يخش السياسة يدي مدرسة جديدة. Starting his own business and competing. يعمل بزنس خاص بيه والمنافسة يعني. What is the genre of جعفر العمدة؟ يعني نوعها ايه؟ رومانس ولا اكشن ولا دراما ولا كوميدي؟ What is the main theme؟ المين ثيم يعني الفكرة الرئيسية، المين ايديا of جعفر العمدة. The power of love، قوة الحب. The struggle for political power، قوة سياسية. Complexities of family relationships، تعقيد العلاقات الأسرية. Influence of money and wealth، تأثير الفلوس والثروة. أنا عايز أفت نظرك لحاجة مهمة جدا. ما تجاوبش أسئلة بناء على معرفتك الشخصية. أنت بتجاوب بناء على الباسج، على القطعة. يعني أنت جايز في أسئلة هنا أنت عارف إجاباتها كده. بس أنت ما ينفعش تجاوب بناء على خبراتك. أنت بتجاوب بناء على القطعة.
دي حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها. كلكم شفتوا جعفر العمده، بس في اسئله لازم ارجع برضو للقطعه اشوف القطعه بتقول ايه. طيب كده احنا قرينا الاسئله، حلو، خدنا فكره كده عن الموضوع وبتاع. المفروض بحضرتك بتقرا القطعه مرتين، احنا هنقراها مره واحده بس، انت بتقرا القطعه لوحدك مرتين، مره بيسموها كويك سايلنت ريدنج، قراءه سريعه صامته من غير ما تقف عند الكلمات الصعبه، يعني الكلمات الصعبه نفض لها ولا حتى تحاول تخمنها، ومن غير ما تستخدم قلم ولا تحاول تنطق ولا تحاول تشاور بصباعك ولا تخطط بقلم، انت بتقرا بس، تقرا بتركيز، بتحاول تجمع شويه تفاصيل. دي مره. المره الثانيه بتحاول تقرا تاني بقى وتقف عند الكلمات الصعبه وتحاول تخمنها. انت بتقرا كده كم مره؟ مرتين. مره مجرد قرايه كانك بتقرا جورنال كده، ما بتنطقش، ما بتحركش شفايفك، ما بتستخدمش قلم، ما بتشاورش بصباعك، حتى ما بتحاولش انك تخمن الكلمات الصعبه. المره الثانيه بتقرا وتقعد تخمن الكلمات الصعبه. تعال بقى نشوف. جعفر العمده is a popular Egyptian TV series، مسلسل مصري مشهور، that tells the story of a powerful and influential man. influential man، راجل ذو تاثير، ذو نفوذ، named جعفر. The series is set in a small village in Egypt، قرية صغيرة في مصر. مثلا احنا في المسلسل نفسه ما بنقولش قرية، حي السيدة زينب، بس القطعة بتقول لك فيليج، يبقى خلاص انت بالنسبة لك هو فيليج. Where Jafar is the head of the community، the head، الرئيس، and is highly respected by the villagers، هو الناس بتحترمه. ده كده أول باراجراف، ودايما أول باراجراف ده أهم باراجراف دايما. يعني لما يجي يسألك على المين ايديا، فكرة رئيسية او المين ثيم، دايما تبص في اول باراجراف واخر باراجراف كمان ممكن تستعين بيه، اول واخر باراجراف. الباراجراف التاني، جعفر is a wealthy land owner، صاحب اراضي، and a businessman، ورجل اعمال، who uses his power and influence to control the village، بيستخدم فلوسه وسلطته عشان يتحكم في القرية و its people وناسها. He is known for his ruthless tactics، الاساليب بتاعته الراثلس، مش عارفين راثلس يعني ايه، مش لازم ترن كل حاجه، مثلا دي كلمه قبلتك انت ما تعرفهاش، خلاص نفض لها. And his willingness، برضو ممكن ما تعرفهاش عادي، to do whatever it takes to get what he wants، يحاول يحصل على اللي هو عايزه، ده اللي انت هتعرف ترجمه، get what he wants. كلمه tactics اكيد باين، tactic جاي من كلمه تكتيك. The series follows Jafar as he navigates through various challenges، ماشي في تحديات كتير، and the conflicts including dealing with rival businessmen، منافسين ورجال الأعمال، maintaining his hold on the village and dealing with personal issues within his own family، بتعامل مع قضايا شخصية في عيلته. Throughout the series Jafar is portrayed as a complex character، شخصية complex معقدة، with both positive and negative traits، في الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه. While he is often ruthless and manipulative، الكلمتين دول انت ما تعرفهمش بس ممكن بالروابط استخدمهم اخمنهم. يعني ايه؟ هو هنا بيقول لك كلمه while، صح؟ while يعني بينما. While he is often ruthless and manipulative، اللي احنا مش عارفينهم، he also has a softer side، جانب رقيق ناعم. يبقى اكيد ruthless ومانيبيوليتيف عكس softer، يبقى صلب خشن قوي، يبقى انا خمنت معناها بانها عكس soft، فاهمين ازاي؟ and genuinely cares and ايه؟ احنا رحنا فين يا جماعه؟ he also has a softer side and genuinely cares for his family، بيعتني بعيلته، and the people of the village، واهل القرية. Overall بشكل عام، جعفر العمدة is a compelling drama، او compelling drama that offers a fascinating glimpse into the world of Egyptian village life and the powerful figure that control it. ده نظرة عامة كده على المسلسل. تعال بقى نخش على الاسئلة. What is جعفر العمدة؟ تمام، letter C. Where is the series set؟ مكانها فين؟ A small village in Egypt. What is Jafar's occupation؟ ايه وظيفة جعفر؟ Land owner and a businessman. How does Jafar use his power and influence؟ ازاي بيستخدم قوته وسلطته؟
help the villagers يساعد الفقراء, control the village and its people هو قال كده control the village and its people. انت ممكن تكون شايف ان هو بيساعد الناس بالمسلسل اللي انت شفته في التلفزيون, هو في القطعة قال ايه, حاكم في القرية وناسها. How is Jafar portrayed in the series, بيوصفوه ازاي؟ letter C, complex character, شخصية معقدة. انت ممكن تبقى شايف ان هو راجل heroic character, شخصية بطولية, انت شايفه كده, بس القطعة قالت كده؟ لا, القطعة قالت ان هو complex. What are some of the conflict that Jafar face, ايه الصراعات اللي هو جه؟ انت بالنسبة لك بقى ان هو بيدور على ابنه عبد الجواد وبلال شامة, يعني فاهمين ده اللي انت شفته في المسلسل, انما هنا لا, هنا في كلام تاني. هنا بيقول لك dealing with rival businessmen and personal issues with his own family. هو ده الموضوع, ان هو بيتعامل مع رجال اعمال منافسين وفي قضايا شخصية خاصة بالعيلة بتاعته. هل هو solving the crime, بيحل الجرائم؟ لا, هو كان بيحل مشاكل مش جرائم, وده كمان ده في المسلسل, انه في القطعة معايا جابش سيد. political, في سياسة؟ لا, يبقى الاجابه ليتر ايه. 7, الجنر بتاعها بقى, هل هي رومانس ولا اكشن ولا دراما ولا كوميدي؟ هل هو في القطعه قال؟ انا مش فاكر, هي طبعا دراما, بس هي في القطعه قال ولا ما قالش؟ تعال نبص كده في القطعه اهي, بص كده في اول باراجراف ما قالش, طب في اخر باراجراف قال دراما, فاهمين؟ انت ممكن تكون شايفها فيها اكشن كتير, ده المسلسل, القطعة بتقول لك ان دي دراما. اخر سؤال, what is the main theme, ايه الفكرة الرئيسية بتاعة جعفر العمدة؟ هل power of love, قوة الحب؟ لا. هل في political, سياسة؟ لا. هل العلاقات الاسرية؟ بس لا. influence of money and wealth, تأثير المال والثروة letter D على كل حاجة في المسلسل. انت فتح الملزمة برضو ان الانجليش not chill يا نهار اسود, not chill على اول بيج ومعاك الكتاب. بابا المجال, انت بابا المجال, هتذاكر ازاي وهتعمل ايه بالظبط؟ احنا عاملين لك ستادي بلان, والنبي يا شيخ ما تجودش, الريفيجن طويله قوي ومش هتتذاكر مره واحده, فبعد اذنك التزم باللي احنا هنقوله. اولا الريفيجن الستادي بلان دي, خطه المذاكره دي كلها في الكتاب. انت الملزمه خلاص خلصتها, انت بقى شغلك كله فين؟ في الكتاب, فما ينفعش تراجع معايا من غير ما يكون معاك الكتاب. ماشي؟ ماشي. انا مقسمها لك بالدايز, بالايام, دي 1 دي 2 وهكذا, مقسمين على 6 ايام. فانا كاتب لك دي 1 تعمل ايه, اللي هو اول يوم مثلا النهارده مثلا, يوم ما بتشوف المحاضره او بكره, بس خد بالك انا عايز 6 ايام, كل يوم احتاج منك نص ساعه ساعه مش اكتر من كده. اول يوم هتحفظ الفوكاب, الكلمات. الفوكاب دي في بيج كام؟ المستر بيقول لي بيج 24, يبقى اقوم انا فاتح الكتاب اهو, بص انا هعمل زيك بالظبط لما تيجي تذاكر, واقوم جايب بيج 24 اهي, بيج 24, وفي حته صغيره اهي بس في بيج 25, يعني ما كانش لازم اكتبها يعني. حضرتك الكلمات دي اسمها موست امبورتنت فوكاب, دي اهم الكلمات في الريفيجن الاولى, حضرتك لازم تحفظه. هل انا جبت سيره حل؟ لسه, انا بقول احفظ بس. يبقى حضرتك تجيب ورقه وقلم وتقعد, الكلمه اللي حافظها علم عليها صح, الكلمه اللي مش حافظها اكتبها في الورقه 3 مرات من غير ما تبقى شايفها, يعني تركز فيها كويس في الكتاب وتكتبها بايدك 3 مرات, يبقى انت كده حفظت الكلمه. حلو. الكلمات دي كلها او اغلبها اللي احنا شرحناها النهارده, بس حضرتك برضو لازم تذاكرهم من الكتاب, الملزمه خلاص. ماشي؟ طيب, تاني خطوه practice on vocabulary, احل على الكلمات اللي انا حفظتها. بيجز كام وكام؟ 25 و6 و7. اقوم انا فاتح الكتاب, ادي 25 وادي 26 وادي 27, احلهم. حلو الكلام؟ كلام جميل. ماشي كده, انت ذاكرت الكلمات, الكلمات اللي في دي 1 ده اول يوم. هتذاكر في نفس اليوم الجرامر, بس مش هتذاكر كل الجرامر, هتذاكر الباست سيمبل والباست هابت والباست كونتينيوس والبراكتس اون جرامر, وتحل على الجرامر. الكلمات ده في صفحات كام؟ 37 38 39 40 هاف, انا كاتب جنب 40 هاف, يعني نص صفحه 40. يبقى نعمل ايه؟ تجيب لي الاول
بيج 37 37 مش لسه كاتب كده اهو فين 37 اهو ادي بيج 37 هتلاقي فيها شرح ايه شرح الباست سمبل شايفين اهو الباست سمبل الماضي البسيط مستر قال لي ايه باست سمبل وباست هابت وباست كونتينوس صح ادي الباست سمبل وادي الباست هابت وراه شرح الباست هابت تذاكر من هنا مش من الملزمه المذاكره والهوم ورك في الكتاب المذاكره والهوم ورك في الكتاب ادي الباست هابت كل الشغل بتاعها وفي 39 في 39 ادي الاسئله اللي عليها بعد كده تحت في الباست كونتينوس الماضي المستمر وادي الاسئله اللي عليه وبعد كده في الباست لا المستر قال لي اقف هنا اقف عند بيج 40 هاف ادي بيج 40 هاف نصها يبقى حضرتك تقف هنا يبقى انت في دي 1 تذاكر الكلام ده طب في دي 2 في دي 2 تقوم جايب لنا الفوكابلري اللي في بيج 28 و 29 كلمات 28 29 يبقى حضرتك تجيب لنا صفحه 28 29 فين اهو 28 و29 اهم صفحتين كلمات طب الكلمات دي مهمه اه مهم بس مش في اهميه اللي فاتوا الكلام ده في دي كام انا بتكلم على دي 2 في دي 2 في اليوم الثاني تجيب لنا 28 29 تحفظ الكلمات دي هل انا كاتب تحل عليهم لا يا حضرتك ما تحلش عليهم ما تجودش انا كاتب لك احفظ الصفحات اللي في 28 29 اللي هم دي ودي معاك قلمك كلمه اللي عارفها واغلبهم هتلاقيهم معروفين تعلم عليها صح كلمه اللي مش عارفها بتكتبها مرتين ثلاثه لوحدك تاكد انك حفظتها حلو وفي نفس اليوم هتذاكر البريزنت والباست بيرفكت تنسز الازمنه التامه البريزنت والباست مضارع تام مضارع تام مستمر ماضي تام ماضي تام مستمر وتحل البراكتس اللي على الجرامر الاسئله على الجرامر يعني اشتغل من كام لكام من 40 ل 45 بس في 45 ده هاف ما تقوليش بقى ما الصفحات دي كتيره مستر ما انا ما هتطلقش هوم ورك على الكلمات انت تحفظ الكلمات بس مش تحل عليها حلو يبقى اجيب بقى بيج 40 فين بيج 40 اهو ادي بيج 40 هتلاقي تحت ايه الباست بيرفكت انت فاتح معايا الكتاب ها الباست بيرفكت ادي الشرح واسئله عليه الباست بيرفكت كونتينوس ادي الشرح واسئله عليه البريزنت بيرفكت شرح واسئله عليه فاهمين ازاي البريزنت بيرفكت كونتينوس مضارع التام مستمر ادي الشرح وادي اسئله عليه انا كاتب لك لغايه 45 45 هاف نصها يعني الحته اللي فوق يبقى الاكسرسايز ده اللي تحت ده ما حلوش بقى في الدي 2 اجي بقى في دي 3 اليوم الثالث اهو مستر بيقول لي بقى فوكابلري بيج 30 احفظ صفحه 30 في الكلمات وبراكتس واحل على الكلمات من 31 لغايه نص 35 وبعد كده احل على الجرامر من 45 لنص 47 فاهمين ازاي اليوم الرابع اليوم الرابع سينونيمز وانتونيمز السينونيم والانتونيم دول فين تعال نبص عليهم هو بيقول لي 35 36 35 36 35 36 بس لا اعتقد دول مش فين اه هم بصوا في 35 اهو السينونيم والانتونيم السينونيم اللي هم المرادفات والانتونيم اللي هم المضادات مظبوط مظبوط حضرتك هتذاكر لي دول وتروح حل عليهم البراكتس بتاعهم 36 ونص 37 كده انت في اليوم ده لا بصوا يا جماعه دي 4 ودي 5 دول يوم واحد فاهمين دي 4 ودي 5 بصوا دي 4 و5 بص شيل لي كلمه دي 5 دي خالص وكده تبقى دي 4 ودي 6 الاخيره دي خليها دي 5 فاهمين ازاي يبقى انت في دي 4 هتذاكر السينم والانتنم في اليوم الرابع وتاخد معاهم الفيوتشر فورمز والتنسز ازمنه المستقبل واشكال المستقبل وتحل الجرامر اللي عليهم اللي هو من بيج كام لكام من 47 لغايه نص 50 ده كده دي 4 دي 5 بقى هتراجع لي كل الكلمات ريفايز ريفايز يعني ايه راجع كل الكلمات اللي انت حفظتها وتحل الاوفر اول براكتس اون جرامر طب الاوفر اول براكتس ده في صفحات كام
من بيج 50 لغايه 55، من 50 ل 55، ده على كل الازمنه. وكمان تراجع لنا ده بقى ممكن تعمله في يوم لوحده. مراجعه الهوم ورك ده نموذج الاجابه ده ممكن نعمله لنا لو انت عايز يعني دي 6 اليوم السادس. يبقى انت خلصت مذاكرتك لغايه دي 5. اليوم السادس بقى تعمل فيه ايه؟ تراجع الموديل انسر، تراجع نموذج الاجابه. يعني انا هطلع لك على اليوتيوب، مش المنصه، ماسكين الكتاب ده معروض على الشاشه وبنقعد نحل مع بعض الهوم ورك كله سؤال سؤال، كلمه كلمه، كلمات وجرامر وكل. حضرتك ما تعملش في الريفيجن الاولى اكتر من كده، وتحل اكتر من كده، ما تضغطش نفسك. ثانويه عامه سبع مواد، سلام الانجليش. عايز تضم انت يومين مع بعض ماشي، انت حر لو انت تقدر، بس المهم تفضل التقسيمه كده. يعني انت عايز تضم مثلا اليوم الرابع مع اليوم الخامس ضمه، عايز تضم اليوم الاول اليوم الثاني ضمه، بس امشي بنفس التسلسل اللي احنا ماشيين عليه ونفس الطريقه كده. انا مقسمها على 5 ايام، انت عايز تخلصها في 3 ايام انت حر، بس امشي بنفس التسلسل ده. الكلام ده كله يتحل في الكتاب، ولازم تراجع الاجابات، تراجع من على التليجرام عشان تعرف الصح والغلط، وبعد كده اسمع على اليوتيوب الشرح بقى نفسه او الحل نفسه بتاع الاسئله. وطبعا على اليوتيوب مش لازم تشوف الفيديو كله، يعني الفيديو مثلا لو كان طويل اقعد جري وهات الجزء اللي انت محتاجه. انت مثلا محتاج الهوم ورك بتاع الجرامر، هات الهوم ورك بتاع الجرامر. محتاج الهوم ورك بتاع الكلمات، هات الهوم ورك بتاع الكلمات. وخليك فاكر الجمله دي، الكود ده، الكوتيشن ده، احنا كل ريفيجن هنجيب له كوتيشن زي ده نحطه تحت الاستادي بلان، تحت خطه المذاكره كده. كوتيشن بيقول لك يو كانت جو باك اند تشينج ذا بيجنينج، انت ما تقدرش تغير البدايه، بات يو كان ستارت وير يو ار اند تشينج ذا اندينج، بس انت ممكن تبدا من المكان اللي انت فيه، تبدا من دلوقتي وتغير النهايه. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك ايا كان بدايتك عامله ازاي في السنه، بدات السنه حلوه او وحش، هنفترض انت بدات السنه بدايه زي الزفت، وان انت جاي النهارده يعني المحاضره معاك بالنسبه لك اول مره تسمعها، هل انت تقدر جو باك وتشينج ذا بيجيننج، تقدر ترجع بالزمن وتغير بدايتك بدايه السنه؟ لا ما اقدرش. امال ايه اللي اقدر اعمله؟ ايه اللي تملك اللي انت تعمله؟ تملك ان انت ستارت وير يو ار، ستارت وير يو ار، ابدا من مكانك، ابدا من المحاضره دي، ابدا من الريفيجن ده، اند تشينج ذا اندينج، وغير النهايه. هو مش بيقول لك انما الاعمال بالخواتيم، مش كده؟ حضرتك الحكم عليك في الاخر وعلى شغلك وعلى نتيجتك بالختام مش بالبدايه. مش مهم بدات السنه ازاي، المهم هتختمها ازاي. يبقى يا حبيبنا يا حبيبنا، ايا كان بدايتك عامله ازاي، المهم الاندنج. يو كان نوت تشينج ذا بيجيننج، انت ما تقدرش تغير البدايه، بات يو كان تشينج ذا اندنج، تقدر تغير النهايه. ونشكركم لحسن استماعكم. ثانك يو.